صباح الخير والجمال عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده الاربعاء 13 ابريل 2016 9 صباحا بتوقيت القاهره. ان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على الجميع. النهارده الحقيقه بعد فقرتنا الاخباريه مباشره هنخصص حلقتنا بالكامل لموضوع مهم جدا، لانه اكيد مفيش اهم من صحتنا، صحه المصريين. هنا بيجي دور الدوله طبقا للدستور عشان توفر العلاج والرعايه الصحيه لكل مواطن في مصر باختلاف فئاتهم، القادر والغير قادر واي حد. لكن بصراحة كده المنظومة الصحية في مصر لسه فيها شوية مشاكل، المستشفيات محتاجة تتطور، الخدمات الطبية والصحية بشكل عام، ثقافة الوقاية، ثقافة الكشف الدوري، حاجات كتير جدا احنا مش بنفكر فيها علشان المنظومة الصحية نفسها فيها شيء من الخلل. النهاردة هنناقش مع حضراتكم كل ما يتعلق بصحة وعلاج المصريين خصوصا في المستشفيات الحكومية، وطبعا هيكون معانا ضيفنا الكريم دكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي. مستنيين اتصالات حضراتكم على أرقامنا اللي موجودة على الشاشة، لو حد عايز يستفسر عن حاجة، لو حد عنده مشكلة عايز يحكيها الدكتور هشام، كمان لو في أي حاجة عايزين تبلغوا عنها ياريت تكلمونا. مرة تانية بصبح عليك وبقول لكم لو في حاجة ممكن كمان تبعتونا على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. هنروح دلوقتي الفاصل سريع جدا ونرجع لكم حالا والأخبار المحلية، ابقوا معنا. نبدأ أخبارنا المحلية من المصري اليوم، والسيسي يلتقي عددا من ممثلي فئات المجتمع اليوم. قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم الأربعاء بعدد من ممثلي فئات المجتمع المصري، وأضافت في بيان لها أن اللقاء يأتي في إطار لقاءاته الدورية مع جميع أطياف الشعب المصري، وذلك لإطلاعهم على مستجدات الوضع السياسي الداخلي والخارجي. تعالوا نروح للشروق، وقرار جمهوري بتحديد المناطق الجائز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء قرارا جمهوريا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، استنادا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. نصت المادة الأولى من هذا القرار الذي حمل الرقم 157 لسنة 2016 على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بقرار قانون 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 1158 لسنة 2001 و 370 لسنة 2004، وكمان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015 والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار. تعالوا نروح للوفد، وبحث إنشاء خدمة نقل بحري سريع بين الموانئ المصرية. اجتمع دكتور جلال سعيد وزير النقل بممثلي شركة إكسبرس السنغافورية للروافد التي تمثلها شركة فيمار في مصر، وعرض الوزير على الشركة مقترح إنشاء خدمة نقل بحري سريع بين الموانئ المصرية والروسية خصوصا ميناء نوفرسك لخدمة نقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية سريعة التلف والمبردات. وأيضا أبدت الشركة استعدادها لتقديم هذه الخدمة للربط البحري المباشر بين الموانئ المصرية بورسعيد ودمياط واسكندرية. ننتقل إلى جريدة الوطن والتعليم. إلغاء 25% من مناهج اللغة العربية العام المقبل. أعلن الدكتور أحمد شلبي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أن نسبة التخفيف في مناهج العام المقبل في اللغة العربية بتتراوح ما بين 20 إلى 25%، مشيرا إلى استبعاد بعض النصوص وحذفها ووضع البديل لها لتتناسب مع الفئة العمرية للتلميذ.
قال شلبي أيضا خلال ورشة عمل عرض التعديلات التي تتم في المناهج الدراسية للعام الجديد في حضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ومجلس الأمناء والصحفيين وكتاب، إن نسب التخفيف والتعديل في الصفوف الابتدائية حتى الثالث وصلت حوالي 10%، ومن الرابع حتى السادس وصلت ل 25%، وتخفيف بنسبة 18% للصفوف من الأول لغاية الثالث الإعدادي، و 22% للأول الثانوي، وكمان 18% للثاني الثانوي، و 50% في أجزاء القراءة، و 65% في النصوص، و 5% في الأدب للثانوية العامة. من الشروق، الإسكان تعلن خطوات الحجز والسادات والضوابط العامة ل 500,000 وحدة بالإسكان الاجتماعي. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس الثلاثاء عن خطوات حجز 500,000 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات التي تم الإعلان عنها منذ أيام، وسيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها يوم السبت 23 إبريل الجاري. كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة وأسلوب السداد والضوابط العامة لحجز الوحدات. قال الوزير في تصريحات له أن وحدات الإسكان الاجتماعي في هذه المرحلة بتتميز بعدة مميزات، أهمها أنها بمساحات أكبر من سابقتها، يعني 90 متر، 3 أوض وصالة، وتشطيب كامل في مجتمعات سكنية حضرية متكاملة وبأسعار مناسبة جدا، وبفترات تقسيط ممتدة بتصل إلى 20 سنة. الكلام ده بخلاف الدعم النقدي الذي لا يرد، والذي التي توفره الدولة للمستفيدين بيصل إلى 25,000 جنيه. نروح للأهرام، والبيت الأبيض ملتزم تجاه مهمة حفظ السلام في سيناء. قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها تجاه مواصلة جهود حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بمصر، وتدرس الاستفادة من التطور التكنولوجي كوسيلة لتكملة عملها. قال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، التزام الولايات المتحدة تجاه هذه الاتفاقية وهذه البعثة في أقوى حالته. وآخر خبر معانا في أخبارنا إلى العالمية النهاردة من البوابة نيوز، أخبارنا المحلية. نروح للبوابة نيوز، وانطلاق المؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني بمجلس الوزراء. انطلق أمس الثلاثاء المؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني في دورته الثالثة، والذي تعقده الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وذلك بأحد الفنادق الكبرى. وشارك في هذا المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب خبراء التعليم والتعلم الإلكتروني بمختلف مجالاته. يدور موضوع المؤتمر حول التعليم الإبداعي في العصر الرقمي، وبيهدف المؤتمر إلى دراسة أفضل الخبرات والنماذج العالمية في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعلم الإبداعي، وعرض ومناقشة أهم أنماط التعلم الإبداعي واستراتيجياته وبيئاته وأدواته ونطاقات تطبيقه. تعالوا نشوف تقرير حول هذا الموضوع ونرجع لكم حالا مع الأخبار العالمية، ابقوا معنا. فكرة المؤتمر بتتكلم على ازاي ممكن نستفيد من هذه التكنولوجيات الحديثة في تقديم حلول وأنماط يعني إبداعية، زي ما نقول كده غير تقليدية، يعني ايه؟ يعني حاجة غير مألوفة، عشان نحل مشاكل التعليم اللي هي تتمثل اساسا في الإتاحة لأكبر عدد ممكن، وايضا الحفاظ على الجودة في العملية التعليمية. احنا بنعمل في الجامعة هنا المؤتمرات ديت، عندنا مواقع إلكترونية بتقدم مقررات مجانية بحيث الناس تدخل تجرب مجانا، ادخل اتفرج شوف، هتلاقي في فيديوهات تقدر تتفرج عليها، في اسئله تفاعليه تقدر تجاوب تعرف تفهمت ولا ما فهمتش، في يوتيوب شانلز عليها محاضرات متسجله، في يعني في مواد اثرائيه كتير جدا يستطيع الشخص ان هو يستفيد منها. الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني دي جامعه منشاه بقرار جمهوري من سنه 2006، بتتضمن 3 كليات شغاله دلوقتي، كليه الاي تي، كليه البيزنس، كلية الدراسات التربوية اللي أنا مسؤول عنها، وبتقدم برامج أندر جراد أو بدرجة الجامعية الأولى على مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وبرامج على مستوى الدراسات العليا. هنا لو حصل تواصل ما بينهم وبين الشباب حتى على مستوى العالم، بس في المعارف وفي المعلومات اللي تفيد الشباب، يبقى أولا هو يعني قدر إن هو
ينمي عنده حب المعرفة وبقدر ان هو يستخدم الانترنت وعنده هو اصلا ولع باستخدام النت والتعامل معاه. انا اعتقد انه ممكن بدرجة كبيرة جدا نستخدمه وبالتالي نحل كثير من المشكلات الموجودة. تعدد مصادر المعرفة بدل ما الكتاب المدرسي بس هو مصدر المعرفة، لا ممكن يخش على مصادر كثيرة من المعرفة ويجمع ده، يبقى انت بتجيله 3 ايام في المدرسة و3 ايام تكلفات بيجيلك بيها، بحيث ان احنا نقدر ايه، بس ده عايز معلم مختلف، اعداد معلم بشكل مختلف. وانا لسه بقول ولادنا سابقنا في التكنولوجي. تعالوا نبدأ بقى أخبارنا العالمية من جارديان. واستطلاع إماراتي، 36% من الشباب العربي فقط يعلقون أمال على الربيع العربي. أكد استطلاع رأي للشباب العربي أن 87% من الشباب العربي بيرفضوا تأييد الإرهاب، وشايفين أن البطالة ونقص فرص العمل هي السبب الرئيسي في توجه الشباب نحو الانضمام للجماعات الإرهابية وليس التوجهات الدينية. الحقيقة بتوقع أغلبية المشاركين أيضا سقوط تنظيم داعش وفشل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي سريعا، بينما 36% بس من الشباب في سنة 2016 إن هم حسوا إن العالم العربي في وضع أفضل بعد ثورات الربيع العربي وإن هم لسه عندهم أمل في الموضوع ده، وهو ما يمثل انخفاض كبير جدا من نسبة 72% كانت سنة 2012 لما كان لسه الموضوع غير مفهوم. طيب تعالوا نروح لتليغراف. ودول الاتحاد الأوروبي تدرس إلغاء الفيزا المجانية للأمريكيين. بتستعد بروكسل حاليا لإجبار المواطنين الأمريكيين على تقديم طلب للحصول على تأشيرات للسفر إلى أوروبا وإلغاء ميزة الفيزا المجانية التي يتمتعون بها، وذلك ردا على رفض واشنطن السماح لبعض الأوروبيين بالسفر للولايات المتحدة من غير تأشيرة. والحقيقة بتنظر المفوضية الأوروبية تجديد قواعد فيزا شنغن سواء على المواطنين الأمريكيين أو غيرهم، حيث سيطلب منهم وثائق سفر إضافية بحيث يتم اتخاذ هذه الخطوة لفرض لوائح أكثر صرامة تقابل التقييد الأمني والذي فرضته الولايات المتحدة على بعض المواطنين الأوروبيين في الفترة الأخيرة. وآخر خبر معانا في أخبارنا العالمية من بي بي سي، ومحمد صلاح يمنح روما رقما قياسيا على مستوى أوروبا. احتل نادي روما الإيطالي المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح المركز السادس في قائمة أكثر أندية أوروبية تهديفاً لهذا الموسم بمختلف مسابقات الدوري، بعد تعادل الفريق مع بولونيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي كاليتشو، علما بأن محمد صلاح سجل هدف روما الوحيد وسجل فريق روما 67 هدف في 32 مباراة خاضها بمسابقة الدوري الإيطالي، منها 12 هدف كان من نصيب محمد صلاح حسب ما ذكر الموقع الرسمي لنادي روما. مشاهدينا ده كان آخر خبر معانا في فقرتنا الإخبارية وأخبارنا العالمية. بعد الفاصل المنظومة الصحية في مصر متى نرضى عنها؟ حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، وجمعات فقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة زي ما نوهنا هنتكلم عن المنظومة الصحية بشكل عام، وإمتى نرضى عن المنظومة الصحية، إمتى يكون في رعاية طبية وصحية وعلاج لجميع المواطنين باختلاف فئاتهم. في مشاكل عارفين عندنا مشاكل اتكلمنا في بعضها في حلقات سابقة، ووعدنا حضراتكم ان احنا هنستكمل هذا الموضوع، واحنا النهاردة الحقيقة بنوفي بوعدنا هنتكلم في كل ما يخص المنظومة الصحية خصوصا في المستشفيات الحكومية، ايه اللي ناقصنا بالضبط والواجب اللي المفروض ان احنا نعمله تجاه المنظومة الصحية، لان طبعا الموضوع يخصنا كلنا ما يخصش حد وحد تاني، لا كلنا محتكين بهذه المنظومة وهي مهمة جدا كمان ل يعني انتعاش الاقتصاد و
يعني مهمة على كل المستويات. عموما اشتور عليكم كتير، وخلونا ندخل في الموضوع على طول ونرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي. أهلا بيك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير السادة المشاهدين. قبل ما نبتدي في الموضوع ونستقبل تليفونات السادة المشاهدين، هنروح نشوف رأي المواطنين في الشارع ونعود مرة أخرى. مشاهدينا ابقوا معنا. المفروض يكون في رعاية أحسن من كده في المستشفيات، المفروض يكون في إمكانيات أصلاً، يعني المشكلة كلها في الإمكانيات. لو في إمكانيات في المستشفيات العامة زي المستشفيات الخاصة هيبقى في صحة أحسن في مصر. والتعامل الورقي بقى، يعني هو المريض قاعد وورق بيلف، وكام دكتور لسه تحت التعليم يبدأوا يكشفوا على المريض مرة واثنين وثلاثة وأربعة، على بال ما يبص عليه الاستشاري يكون المريض جاله إحباط، مش لاقي علاج كويس. يعني انا عندي ابن مريض، عشان انا اجيب له علاج مش العلاج اللي هو الدكتور كاتبه له، ده اول حاجه. تاني حاجه بتعب جدا عشان اعمل له اي حاجه داخل المستشفى، عشان اتعالج جوه المستشفى بعاني معاناه، وافضل اروح من هنا لهنا لهنا. هي الحكومه بتعمل اللي عليها، بس اهم حاجه الموظفين. الموظفين هم اللي بيعوقوا احيانا، مثلا صرف الادويه بتاع مش عارف ايه، الحاجات دي كلها عايزه تنظيف وعايزه برضو رقابه. كل ما تروح مثلا طفل تعبان يبقى بيموت منك، اقل حاجه ما فيش مكان. حتى انت لو اتحجزتي تقوم بكل حاجه، تحليل المحلل على لك في الشباك، قوم بنفسك انت، ولا في تمريض ولا في دكاتره ولا في حاجه. لو انت دخلت، يعني لو ربنا بيحبك ودخلت جوه المستشفى، اما كده كده ما بيدخلوش حد. لو انت اصلا طفلك بيموت هو مش بيدخلوك. ليه بقى؟ عشان الدكاتره رايح نفسها والتمريض، بدل ما يلفوا على 50 حاله يبقى حالتين ثلاثه يلفوا عليها 5 دقائق ويبقى اليوم كملين نوم وراحه وكده. بروح مش عاوزين يعملوا لي العمليه، وكل ما اروح ليها 3 عمليات وبقالي بتاع سنتين ومحدش عاوز يعمل العمليه. النظافه مش قد كده، بعدين تلاقي الناس اللي عمال برضو يعني غلط برضو من الناس، برضو المواطنين برضو اللي بيتف والبيرمو واللي بيعمل. احنا مش هنجيب برضو اللوم على الناس كلها، بس برضو لازم يبقى في نظافه، لازم يبقى في عنايه بالمرضى. المستشفى حلوه وزي العسل، ودكاتره الله يخليها ويطول عمرها، وحلوين يا بنت، ربنا يصلح الحال للجميع. بقى لنا 9 أشهر دايخين ومحدش بيعمل لنا اي حاجه في البلد دي، يعني الغلابه اللي زينا يروح فين؟ يموتوا؟ المستشفى دي من المستشفى دي، المستشفى اللي هي الجامعه دي. دي كانت بعض المشاكل اللي بتعوق السادة المواطنين داخل المستشفيات، ونفس السؤال بنوجهه لحضراتكم. ايه المشاكل اللي بتواجهكم في المنظومة الصحية بشكل عام في المستشفيات في مصر؟ في ناس عندها مشاكل، وفي ناس بتقول لا ما فيش، وفي ناس عارفة ومدركة زي ما شفنا كده من شوية في التقرير ان الموضوع علينا كلنا. احنا كمان كمواطنين بنروح بنتلقى العلاج، بنعمل بعض المشاكل. وعلى فكرة الناس اللي بتشتغل في المستشفيات هم كمان مواطنين، وأكيد بيحتاجوا للمنظومة الصحية. دكتور هشام أهلا بيك مرة تانية. أهلا وسهلا. وعايزين حضرتك كده في الأول يعني طمنا على المنظومة الصحية بشكل عام في مصر، هل في جديد حصل من المرة اللي فاتت لغاية دلوقتي، والمفروض إيه اللي هيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول برضو احنا لازم نتفاهم مع بعض ان احنا المستشفيات بتاعتنا مستشفيات ليها 30-40 سنة فيها مشاكل. في منها كتير قوي قوي لما بقالها 40 سنة بتعاني ولم يطولها لم يطولها اي تطوير اي صيانة، فطبعا دي بتعمل مشاكل بالنسبة للمنشأة نفسها والبيئة التحتية بتاعتها. فدي مشكلة في الحقيقة بتبقى بتواجهنا بشراسة، لأن برضو المواطن يحب يخش في مكان البيئة بتاعته كويسة، وكمان مقدم الخدمة نفسه بيحب أنه يشتغل في بيئة كويسة ومحترمة. الحاجتين دول حاجة من الحاجات المهمة جدا ليها أولويات عندنا، بالإضافة إلى طبعا التجهيزات والأجهزة الطبية. وبالتأكيد برضو إحنا دايما لما بنتكلم في الخدمة الصحية ما بنتكلمش عن الحجر بس، لازم نتكلم عن البشر شوية. البشر اللي هو مقدم الخدمة برضو هما
في بعض المشاكل لازم احنا برضو حاطينها نصب. هم عندهم مشاكل اولا مشاكل يعني مشاكل احنا عندنا مشاكل زي ايه حضرتك تتكلم على البشر دول هم الدكاتره والممرضين الدكاتره والتمريض وكل الفئات الطبيه اللي بتقدم الخدمه كل فئه عندها مشكله مختلفه عن التانية يعني الدكاتره عندهم مشكله مختلفه تماما عن مشكله التمريض مختلفه تماما خالص عن مشكله لا هو يمكن يعني دايما لما اول نقول مشاكل الناس نتكلم على الفلوس هي القصه مش فلوس بس هي فندم في حاجة في حاجه تانية في تدريب بالزبط. في تاهيل احنا دايما لما نتكلم عن الخدمه الطبيه الحاجه الاولويه اللي عندنا طبعا التدريب او رفع مستوى الاداء بتاع الطبقات اللي هي فئات المهن الطبيه اطباء تمريض مهنيين طب انا الاطباء بس خليهم على جنب لو انا اتكلمت على التمريض مثلا نعم. يعني التمريض من الحاجات المهمة قوي يا دكتور وكمان يعني برضو بيبقى فيها بعض المشاكل غير مشاكل الفلوس دي مشاكل فلوس على الجميع بس أنا عايزة مشاكل يعني إن زي ما حضرتك قلت كده في تدريب في إحنا عندنا الموارد البشرية فيها مشكلة مع إن إحنا عندنا العنصر البشري كتير وما شاء الله نقدر نستفيد منه على قد ما نقدر الفجوة هي لا أنا هقول لحضرتك هي دايما نقول كتير لكن هي مش كتير يعني هي كتير مش ليه لان كتير عدد بس مش كتير اللي موجودين مؤهلين لا بالظبط مش كده وبس يعني برضو ممكن يبقى في كتير في منطقه ومنطقه تانية ما فيهاش الكتير ده فيعمل الخلل مشكله في التوزيع في التوزيع نفسه والتوزيع مش سهل يعني مش سهل ان انا هجيب ممرضه انقلها من محافظه تانية عشان تؤدي الخدمه في محافظه تانية طب وانا ليه انقلها ما فيش ليه ممرضه او ممرضين من نفس المحافظه ما هو احنا ده اللي عشان كده احنا توسعنا جدا في مدارس ومعاهد التمريض من السنه دي بحيث ان احنا في كل محافظه يبقى فيها معاهد التمريض التمريض بتاعها اللي اتخرج من هنا فمش مش هيسيب بلد فطبعا احنا كل الكلام ده احنا عشان كده بقول لحضرتك احنا مشاكل بنرصدها وبنحط اطار في الحلول بس الحلول دايما ما بتجيش في لحظه يعني احنا لما بنشتغل مش مثلا مش عارف احل مشكله 40 سنه في شهر لا طبعا لازم بس يعني. لازم احس على الاقل بتغيير مبدئي بالتاكيد يعني احس ان في تغيير مبدئي بس على ذكر المحافظات بقى يا دكتور قصه ان الواحد يبقى يعني يبقى في مستشفيتين ثلاثه بس موجودين في القاهره فكل الناس من كل المحافظات بتجيلهم فشوف المنظر اللي انا بشوفه ده ما دي مشكله لا هو مشكله طبعا ليه ما فيش مستشفيات بنفس الكفاءة في بقية المحافظات عشان أخف الضغط فبالتالي أقدر أعمل يعني خدمة أحسن بالتأكيد طبعا الكلام ده مطروح وموجود يمكن يعني أنا أقول لحضرتك تسلسل الخدمة إزاي عشان برضو نبقى متخيلين مع بعض إحنا الناس بتتحرك ليه تمام إحنا الخدمة الصحية بتقدم من خلال ثلاث مستويات المستوى الأول اللي هو الوحدات الصحية أو المراكز الصحية اللي هي في القرى وفي النجوع دي بتؤدي خدمة الممارس العام اللي هو موجود طبيب الممارس العام بيؤدي الخدمه لمعظم الامراض العاديه للناس اهل القرى واهل وبياخدوا التطعيم وبياخدوا رعايه الطفوله وتنظيم الاسره كل الكلام ده في المراكز الصحيه والوحدات الريفيه اللي موجوده. بعد كده بيبقى في الخدمه الاعلى شويه اللي هي المستشفيات المركزيه اللي احنا بنسميه السكندري كير او المرحله الثانيه المرحله الثانيه دي بتؤدى فيها التخصصات العامه كلها موجوده فيها وبعض التخصصات الصغيره زي انف واذن زي رمد الى حد كبير دي احنا كده لسه في القرى المركز في المستشفيات المركزيه في المراكز بعد كده بنعلى شويه بنعلى نروح للمستشفيات العامه واللي هو بعضها اللي هو الثالث المستوى الثالث وكمان في المستشفيات التعليميه والمستشفيات الجامعيه ومستشفيات امانه المراكز دول المستوى الثالث اللي بيبقى فيها كل التخصصات العاليه وكل التجهيزات على احدث مستوى او على اعلى مستوى عددهم بقى قد ايه لا احنا عندنا في المستشفيات العامه احنا عندنا 64 مستشفى على مستوى الجمهوريه المستشفيات العامه ال 64 بيعملوا بنفس الكفاءه بنفس الكفاءه تقريبا لان برضو بتختلف القوى البشريه من كل حته طبعا اللي بيساعد معانا في ده مستشفيات التعليميه موجوده في المحافظات المختلفه وفي مستشفيات امانه المراكز وكمان المستشفيات الجامعيه يعني احنا تقريبا في كل محافظه يعني محافظات قليله اللي ما فيهاش كليات طب دي برضو بتغطي معانا فالعيان بينتقل او المريض بينتقل من المستوى لمستوى طبقا لحالته
فهي دي الأسلوب اللي موجود حتى في العالم كله. مش ممكن هوفر كل الخدمات في مستشفى صغيرة مركزي. لا أنا ما قلتش يعني كده، بس أنا بقول إن لو في محافظة عشان إيه أروح مثلا مستشفى، لأن أنا جاي من أسوان، ده أنا جاي مش عارف منين، طب ليه؟ هو يعني ليه ده مريض؟ يعني ما ينفعش. لا فندم، هو أحيانا طبعا بيبقى في مستوى أعلى إنه عايز يجي في مصر، لأن في مستوى أعلى، ولا عشان ما لقاش هناك. لا، وفي كمان ثقافة في بلادنا. الثقافة اللي موجودة في بلادنا خصوصا في بلاد الصعيد إن هو يروح القاهرة إن هي فيها الأعلى، الثقافة دي موجودة متوارثه موجوده. لكن طبعا يقول لك انا جاي للدكتور ده مش عارف فين. طب انت جاي للدكتور، انا اقول لحضرتك تنتقل من محافظه لمحافظه جاي للدكتور ده واحد مريض، يعني انا ليه ما يبقاش ازاي بقى افضل انقله او يقعد ينتقل في مواصلات وتلوث ويتبهدل؟ ما انا بقول لحضرتك هو ممكن تبقى ثقافه، بالاضافه الى موروثات قديمه برضو. يعني احنا مثلا ما كانش عندنا مستشفيات اورام في الصعيد، ما كانش موجود الكلام ده. دلوقتي خلاص بقى في معهد اورام في اسوان محترم، معهد أورام في سوهاج محترم، في معهد أورام أو مركز أورام هيتعمل في هنا. فالحاجات دي بتخفف العبء عن التحرك. يعني هي برضو كانت ما كانش فيه كده، فكان الناس تتحرك. دلوقتي نسبة التحرك في حاجات الأورام أقل، يعني فهي بتبقى الأمور كده. بنعمل برضو بنحاول نفتح اللي هي مراكز قلب، أسطرة قلب وقلب مفتوح دلوقتي في الأصول الدولي، في كل بنحاول نغطي الخدمات العالية قوي اللي بتخلي العيان يتحرك من محافظة لمحافظة، بنحاول نوفرها في كل محافظة تمام. على قد ما نقدر عشان برضو احنا نوفر العناء للناس. طيب عندي سؤال بقى بخصوص الوحدات الصحية اللي هي تعتبر اول حاجة بنلجأ لها، اول برايمري او الاولية بالظبط، اول حاجة بنلجأ لها لما حد بيحس بتعب او باي اعراض لاي حاجة. الوحدات الصحية دي في ناس بتقول في اماكن بتبقى فيها كويسة جدا ورعاية كويسة والخدمات بتتقدم على مدار الساعة، وفي ناس تانية بتقول انا اروح يقولي لا اصل لسه الدكتور ما جاش. مش عارفه الدكتور ما جاش دي جريمه، يعني انا مش عارف يعني ايه الدكتور ما جاش. الدكتور ما جاش وما فيش حد غيره يعني، فاصل لسه مش دلوقتي، اصل الدكتور اللي موجود مش عارفه ما يقدرش، يعني كلام كده غريب جدا. يعني الحاله بتاعت الوحده الصحيه دي اللي انا يعني المفروض ان احنا نشوفها على حتى المستوى الطبي اللي عند الدكاتره بتوعنا هنا في مصر المفروض تكون اعلى من كده بكتير. هو فندم انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه للوحدات الصحيه بالذات احنا كان في مشكله عندنا، وان شاء الله هتحل في شهر اللي احنا فيه واول الشهر اللي جاي. ان عدد اطباء التكليف مش مغطي الوحدات بتاعتنا، يعني في وحدات كتيره قوي خصوصا في جنب الصعيد الطبيب فيها مش موجود، ما فيش طبيب فيها، ففي طبيب بيؤدي الخدمة في وحدتين فبينتقل من هنا لهنا، فدي بتعمل مشكلة. التغطية الكاملة إن شاء الله خلاص أطباء التكليف الجدد هيبتدي يستلموا. ليه في نقص يا فندم؟ لا هو في نقص لأن في أطباء بتروح جيش، في أطباء بتسافر، في أطباء بتروح الجامعة، في المرحلة دي بيبقى فيها خلل فبيدينا العجز ده. إحنا في شهر آخر الشهر ده أول شهر 5 إن شاء الله كل الوحدات دي هتغطى بالطبيب اللي موجود. لكن لما يبقى فيه تصرف شخصي زي ما حضرتك بتقولي دكتور سواء في وحدة أو مستشفى أو أي حاجة، ما أنا عايز دكتور لبطشي اتأخر مجاش أي حاجة من الأسباب دي، لا ده بيحاسب، المفروض يحاسب. واللي بيحاسب الأول، أول واحد يحاسب أو أول واحد يحاسب هذا الطبيب أو يحاسب الفئة اللي هي بتغيب أو مش موجود طبعا الإدارة المباشرة. يعني هو المواطن يبلغ مدير المستشفى؟ مدير المستشفى طبعا، لان هو المنوط بالموضوع الاول. يعني حتى انا لما نتكلم في المتابعه شويه نقدر نقول مستوى المتابعه ده 3 مستويات. المستوى الاول اداره المستشفى او اداره المنشاه نفسها، هي دي اللي بتبقى كنترول للموضوع، وبعده المديريه المشرفه على هذه المنشات، وبعده الوزاره. يمكن الوزاره دورها فني اكتر من المتابعه الاداريه. يعني المتابعه الاداريه دي لازم تنشا من اداره المستشفى نفسها تمام. عشان نقدر نعلى كده ونقدر نتابع ده كله تمام طيب عندي برضو سؤال يا فندم خاص بحاجه برضو يمكن ناس كتير كانت بتسالنا عنها، الامرجنسي او الطوارئ. نعم الطوارئ في اماكن بتبقى برضو، يعني انا مش طبعًا. عايزه اقول ان كله وحش، بس في اماكن بيبقى فيها الطوارئ ملهاش اي علاقه بكلمه طوارئ بصراحه. خصوصا هقول لحضرتك حاجه، ده بقى هنا بيجي دور ايه الموضوع التاهيل. ان الناس بتبقى داخله معاهم واحد قريبهم ولا صاحبهم عامل حادثه، بالنسبه لهم دي اكبر كارثه ممكن تحصل في الوجود. بخش اقابل حاجه يعني يقعد يستنى، مش هينفع ناخده، اصل ما عندناش اوضه، يعني امال اسمها طوارئ ازاي فندم؟
عشان بس نبقى مفهوم الطوارئ يعني واضح برضو. الطوارئ دي بتقسم كذا حاجة. في طوارئ حادثة، ده ليه بريورتي، ليه أولوية. واحد جاي في حادثة، جاي بعربية إسعاف، حادثة الطريق، ده ليه أولوية. وبيبقى في اتصالات ما بين الإسعاف وبين المستشفى، اللي هو يعني أساسا المنظومة في تحرك الحوادث للمستشفيات الإحالة، اسمها مستشفيات ومعروفة يعني. لو في الطريق ده عارفين، لو في الطريق ده حصل حادثة في الحتة دي، هيروح المستشفى دي أو دي، بيبقى معروف كده. فبيبقى في الاتصال إن في حادثة جاية وفيها كذا حد. طب الطوارئ اللي بتبقى في المستشفى دي لا، ما انا اقول لحضرتك، دي 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 اللي هو ليها الاولويه في التعامل معها. التعامل معها بيتم طبقا لمستوى المستشفى. لو مثلا انا في ما فيش كل المستشفيات فيها جراحه مخ والاعصاب بالتاكيد، لكن بيتعامل معها كجراحات كعظام الحقوا بس لغايه ما الاول. وممكن حاجات بتتعمل يعني، هم لو حادثه لا قدر الله فيها 20 مثلا، ممكن تصفي تقول ان احنا في منهم خرجوا كذا وفي منهم تعالج كذا، يفضل اثنين لازم يتحولوا لانه محتاجين جراحه مخ واعصاب. بعد ما تستقر حالتهم بيحولوهم للمستشفى الاعلى اللي هو المستوى التالي. تمام. طبق الحاله ده الاصل في الشغل ده. بالنسبه للطوارئ الحوادث، بالنسبه للطوارئ اللي هو الاصابات العاديه، يعني حد مجروح، حد واخد له غرزه، واحد مكسور دراعه وقع، الحاجات دي بتبقى يعني مستواها بالنسبه لنا كاولويات اقل. اقل. بعد كده بيبقى الحاجات العاديه بقى زي المغص، زي لا انا دي دي أنا يعني هي اسمها كلها كاتيجوري طوارئ يعني. ازمه قلبيه، ازمه قلبيه طبعا، ده مهم. نوبه سكر، حاجات اللي هي حاجات انا لازم الحقه بسرعه جدا. الموضوع ده بيبقى تأكيد. الوقت فيه انا غير يعني يا فندم كمان ما استعدتش على موضوع عربيات الاسعاف. يعني عارفه ان عربيه الاسعاف كعربيه اسعاف ممكن تكون هي مجهزه من جوه وتمام وبيعرف يلحقه، بس انا بقى يعني انا مش عايز ادخل بقى في قصه عربيه الاسعاف على ما بتوصل المستشفى. لا يا فندم احنا لا هي لا هي هي منظومه الاسعاف يعني اعتقد بشهاده الجميع يعني ان هي منظومه حاليا مستواها عالي جدا وبتأدي خدمه عاليه جدا. تمام. خصوصا في حوادث الطرق وعارفين الزمن يعني السلوك. لكن هو احيانا في داخل المدن بتبقى فيه مشكله عشان عدم سلوكياتنا. عدم سلوك النقطه دي عشان دي مهمه جدا، عشان بس الواحد ايه يقول كل جوانب الموضوع معانا. بس تليفون مها من القاهره. ايوه مساء الخير. صباح الخير. صباح النور يا مها، اتفضلي. من فضلك انا ليا مأساة مع مستشفى في مصر الجديده. قولي لي. هي مستشفى خاصه، مستشفى استثماري. اسمحي لي اقول اسمها. تقول اسمها يا دكتور؟ طيب قولي. مستشفى العاصمه. طيب قولي عشان الدكتور بيسمع سمعك. اوكي. دلوقتي احنا ماما في احنا عندنا مشاكل صحيه في كانسر. ماما فجاه في البيت مفيش نفس نهائيا، النبض مش مسموع. المسعف هو اللي قال كده حقيقي. كان اقرب حاجه للمستشفى للبيت هي مستشفى العاصمه. نقلناها، المأساة تبتدي من اول ما نقلناها بعربيه الاسعاف ونزلناها المستشفى، مفيش حد خالص في الطوارئ خالص نهائيا، لولا ان انا لقيت دكتوره انا اعرفها من مستشفى تانية مسكت فيها، قلت لها ارجوكي انقذينا الحقينا. دخلت مع ماما الطوارئ وعملت رسم قلب وعملت اللازم، النبض مش مسموع، علقت محاليل، ما علينا. دخلت الرعايه في نفس المستشفى، قعدت ست ايام على جهاز البنتليتور لان عندنا مشكله في الرئه، في جلطه في الشريان الرئوي وفي ورم ضاغط على الشريان الرئوي من بره. فالحمد لله ابتدت حالتها تتحسن في الرعايه، نزلوها اوضه وقالوا لها تخرجوا بعد يوم. حضرتك الاوضه جهاز الاكسجين اللي هي ماما محتاجاه يبقى 24 ساعه موجود، بايظ مش موجود، بايظ. اكتشفنا ان هو مش شغال. ندور على فني يثبت الجهاز، مش موجود. ندور على دكتور جوه المستشفى، مفيش غير دكتور اخصائي ومش عارف يتصرف نهائيا ولا يتصل اصلا بالاستشاري، ما اتصلش، فضل واقف مربع ايديه ما عملش اي حاجه خالص. خدناها مضيد اقرار على مسؤوليتي ان انا عايزه امشي من المستشفى. المأساة الثانيه تبتدي في عربيه الاسعاف. بعتوا لي اولا كان يوم الجمعه كان الحراره فوق ال 43 تقريبا. عربيه الاسعاف مش مكيفه، قلت لهم الست هتفطس هتموت، لازم عربيه مكيفه. اتصلت تاني، من فضلك انا محتاجه عربيه مكيفه، العربيه اللي بعتها لي مش مكيفه. قال لي استني ساعه. قلت له انا مش هقدر استنى ساعه، انا نقل الحاله على مسؤوليتي. ما علينا، بعد مشاده بيني وبينه الحمد لله بعد ثلث ساعه بعت لي عربيه اسعاف مكيفه. ما لقيتش، انا اولا انا بشتكي المستشفى دي لان ما فيهاش دكتور، ادور على المدير اكلمه اقدم شكوى، مش لاقي المدير، مش لاقي اي حد خالص في المستشفى غير عامل الريسيرش.
مستشفى فاضيه، ماما كان لوحدها في الرعايه. انت نقلتيها فين يا مها؟ انا نقلتها مستشفى اندلسيه في المعادي، لان كان كل الرعايه في مصر الجديده ومدينه نصر مفيش، واحنا محتاجين رعايه. وانت لما اتكلمتي في المستشفى الاولانيه دي اشتكيتي، روحتي اشتكيتي لمين؟ انا ما اشتكيتش، انا كتبت شكوى في المستشفى. وديتيها لمين الشكوى دي؟ لبتاع الريسبشن حضرتك. سابتها في الريسبشن. مدير مستشفى فين؟ مش موجود. طب نائب المدير مش موجود. طب بتاع الحسابات عشان احاسبه، ما انا عايزه احاسب عشان اخد مره وامشي، مش موجود. انا سلمت الفلوس لعامل الريسبشن واخدت ايصال من عامل الريسبشن. حضرتك الست ايام اتكلفوا 32000 جنيه ما اخدتش بيهم رعايه. ماشي. وهي دلوقتي في مستشفى تانية برضو في الرعايه. المريضه ايه؟ المريضه اسمها ايه يا مها؟ معلش. ساميه احمد السيد حجازي. ساميه احمد السيد حجازي. دكتور هشام اخذ الشكوى بتاعتك واخذ اسم والدتك، وان شاء الله يعني نشوف الدنيا، لان هي في الحقيقه دي مستشفى خاص يعني. اتفضلي، هي عايزه تقول حاجه. عايزه تقولي حاجه مها؟ طيب معانا الهام. ايوه يا مدام الهام، اتفضلي معاكي حضرتك. اتفضلي انت على الهوا. انا دلوقتي عندي 63 سنه، كنت شغاله في الازهر قبل كده وتبع التامين الصحي، وبعدين رحت المستشفى. كان كنت بتعوض من رجليا، قعدت شهرين باخد مسكن. معلش يا مدام، مدام الهام احنا مش سامعينك كويس حضرتك. انا لما رحت المستشفى كان رجليا رجليا مش قادره اتحرك فيها، والم جامد. عملت العلاج بتاع الكمادات على امل ان هي تخف. رجليك تعبانه؟ انت بتعاني من حاجه؟ بتشتكي من حاجه؟ رجلي ايوه. رحت المستشفى التامين الصحي، دخلت على الاستقبال، قال لي دخلت نعم دخلت الاستقبال في التامين الصحي، قال لي اطلعي فوق للعياده. طلعت العياده، استنيت، دخلت كنت بصوت وقاعد على كرسي. في الاخر لما دخلت للدكتور، الدكتور كبير استشاري عظام، قال لي دي فيلم هندي وانت بتدلعي، وبعد كده احترمي نفسك من الشباك. والاخر كتب لي بتاع ده مسكن وحقنتين بتاع فيتامين دي. كشف عليكي اديكي مسكن ايه؟ انا مش هو الدكتور كشف عليكي؟ وفيتامين دي، حقنتين فيتامين دي. وفي الاخر روحت وانا ماشيه في الطريق بقيت اصوت، طلعت مش سامعه حضرتك. اسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون يا مدام الهام. مش عارفه اسمعك كويس. نعم مدام الهام معانا. الو مستشفى التامين الصحي ايه؟ مش ما الخط قطع. طيب معانا مدام فوزيه. ايوه يا فندم مع حضرتك. اتفضلي يا مدام فوزيه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا في شكوى عايزه اقدمها للسيد المسؤول. اتفضلي، هو سامعك. نعم سامعك. هو اسمعيني من التليفون واقفلي التلفزيون. لسيد المسؤول عن المستشفيات وعن طريقه المعامله اللي بيعامل بيها المريض. انا ابن اختي جات له جلطتين في المخ فجاه، ولما نقلناه مستشفى الفرنساوي رفضوا ياخدوه، اضطروا اهله ودوه الى مستشفى العجوزه. ففي العجوزه ادوا له حقنتين وقالوا لهم اسفين عشان الرعايه. بعد كده بيدوروا على المستشفيات كله، ده في الساعه حوالي 2 بالليل نقلوه مستشفى في المهندسين اسمها الواحه. وانا بناشد الساده المسؤولين التصرف في هذه المستشفيات، مستشفى يعني جوه في عماره دورين، ولكن اهله مضطرين عشان يلحقوه، ما عندهمش اي استعدادات، لدرجه اني احد السكان الحقوا لو انتوا عندكم حاله هنا طلعوها، اللي بيجي بيموت. وفعلا حصل حالات كده، وربنا اكرمنا بان احنا نقلناه الى مستشفى الجهاز العسكري، وقاموا بكل الواجب وهم في قمه الرعايه للمرضى هناك. طيب حضرتك عربيه الاسعاف عشان تيجي تنقله جت في خلال 3 ساعات علشان تيجي. انا بناشد الساده المسؤولين، ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء، ارحموا الشعب المصري، ارحموا الناس، فأرجوكم يكون في رعاية. هو لما نقل إلى مستشفى الجلال العسكري بارك الله فيهم خدمات، مش قادرة أقول لكم الخدمة هناك. أنا مش بعمل دعاية للمستشفى، ولكن أنا علشان أقول الحاجة الكويسة وأقول الحاجة السيئة. فبنرجو من السادة المسؤولين
من السيد الوزير اللي كل مسؤول في الصحة ان مش اي واحد يجيب شقة ويقول انا عامل مستشفى. فارجوكم ارحموا الناس علشان ربنا يرحمكم، لان النهاردة اذا كان اي مسؤول عنده القدرة المالية انه يقدر يعالج في اي مكان لازم يعرف ان في غيره ما يقدرش، فحرام عليهم. لحد امتى؟ علشان يبقى في عدل، علشان ربنا يرحمنا. عندك حق. ازاي ان انا واحده يعني، طب الناس اللي مش قادره تتعالج تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فين الرحمه؟ فين الرحمه؟ فين الخير اللي هيدب في بلدنا ان لم يكن هناك عدل في العلاج؟ ازاي مستشفيات اي واحد ندي تصريح لكل واحد وهب ودب معاه قرشين معاه 2000 جنيه يروح يعمل مستشفى؟ ازاي؟ لما الناس السكان اللي في منطقه المهندسين يقولوا لو عندكم مريض الحقوه ما تخلوهوش هنا. ما ينفعش. انا بناشد السيد المسؤول وبناشد السيد الوزير ان هو يتدبر هذه الامور ويشوف المستشفيات دي وينظر فيها، مش كل واحد، مع احترامي واسفي الشديد ان انا اقول اي واحد يدفع قرشين لاي حد يقول له اوكي اتفضل اعمل مستشفى، وبعدين الناس وهقول لك وفي خلال ساعات بسيطه واخدين مبلغ كبير. ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ تمام. العلاج ده، وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، انا من القاهره طاهريه وليا اقارب في الصعيد بيجوا ينزلوا مصر، انا سامع السيد المسؤول بيقول ان هم بيحبوا ينزلوا. لا، هم مش بيحبوا ينزلوا، هم بيضطروا لان في ظروف بتضطرهم. هو دكتور هشام كان بيقول في ناس بتنزل علشان ما بيبقاش في، يعني بعضهم يعمل كده ساعات ما بيبقاش في دكتور مناسب هناك. صوري في المستشفى فين السيد الاستشاري للمخ والاعصاب عشان يشوف؟ ما فيش عنده شارك. لا في، ما فيش عنده فين المستشفى؟ ما فيش. ايوه، ما فيش الاستشاري اللي هو يشوف يعني مستشفى زي مستشفى الواحد دي. فين السيد بتاع المخ والاعصاب لما جه معرفش جه منين وبص بصه وخد وقبض؟ حرام. حاضر يا مدام فوزية، انا هخلي دكتور هشام يعلق على الكلام، وطبعا شكوت حضرتك وصلت، بس هناخد بس يعني اتصالات تانية عشان الناس مستنية على التليفون بقالها كتير. ماجدة من اسكندرية. الو ماجدة، اتفضلي يا فندم. ايوه صباح الخير عليكم. صباح النور. اتفضلي يا استاذة ماجدة. ماشي. دكتور هشام بالله عليك دلوقتي، انا ابني كان دخل في المستشفى المعمورة ادمان، تمام؟ دخل ادمان، تمام؟ فدلوقتي طلع عنده فيروس الايدز. طبعا المفروض فيروس ايه؟ الايدز. ايدز؟ تمام؟ المفروض ان يكون في سريه تامه. طبعا الدكتور بعت معه ممرض للمريض، قام جاي قال له انت عندك فيروس الايدز قدام الـ في المستشفى قدام المرضى اللي معاك. طبعا الثاني خاف وقام اخذ بعضه وصمم ان هو يمشي واخذ بعضه ومشي. هل ده صح؟ لا ما يصحش طبعا. يعني دي المفروض تبقى سريه تامه. اخذ انا مصدقت ان ربنا كرمه ودخل المستشفى لان ظروف ربنا يعلم بيها ان هو يتعالج، فاخذ بعضه وقام جاي ماشي. طب قول لي دكتور دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا مش عارفه اتلمع لغايه دلوقتي، بساعه لما سمع ان هو عنده المرض ده اخذ بعضه ومشي مش لاقياه. والموضوع ده يا دكتور منتشر مع الشباب كلها، انا اعرف عدد كبير في الموضوع ده. طبعا لازم نتحاصر الموضوع ده يا دكتور بالله عليك باي طريقه كانت. ان تعمل لهم مصحه مخصوص يتلموا فيهم كلهم يتعالجوا يتعاملوا معامله. انت ابنك مفقود يا مدام ماجده؟ لا دلوقتي مش لاقياه. لغايه دلوقتي مش لاقياه بقالك قد ايه؟ لغايه دلوقتي بقالي حوالي دلوقتي حوالي بتاع اسبوعين او ثلاثه مش لاقياه. طيب يا مدام ماجده، انا يعني برضو هنعلق لازم عن على مشكله كبيره جدا. حنان من القاهره. ايوه صباح الخير. صباح النور يا حنان، اتفضلي. صباح الفل. بقول لحضرتك نعم. دلوقتي في شكوى برضو هقول لحضرتك عليها. يعني جوز بنت اخت جوزي راح مستشفى المقاولين، طبعا في العيان في العنايه في العنايه المركزه. فالمهم طبعا هو توفى قاعد 40 يوم في العنايه المركزه، بس الفلوس بس اللي عماله تعد يعني كده هوت عدى 100,000. ودلوقتي اما طبعا كتبوا علينا وصل امانه ان لازم ندفع الفلوس دي كلها. وانا دلوقتي يعني اخت جوزي بيني وبينك ما يعني تعبانه جدا ومعهاش، فابنها كتب وصل عشان يخرج ابنه ويقولوا له يعني ان هو يروح يدفنوه،
بس كتب ورقة ان هو مثلا بقى لازم يدفع الفلوس. يعني ايه انا مش فاهمة؟ يعني هم قالوا له مش هتك مش هنخرج الجثمان، مش هنخرج مش هنخرج الا لما تدفع الفلوس او تكتب وصف. لما تدفع الفلوس راح طبعا عايز يدفن باباه وكده هوت، فقال لك لا ده طب اكتبوا عليا وصل، اكتبوا عليا اي حاجة، فكتب عليهم وصل ب100,000. طيب يا مدام حنان، في مش عارفين نعمل ايه، وهو اصلا شغال كان في المقاولين، يعني عنده 71 سنه. ده تصرف غريب جدا الحقيقه من المستشفى. طيب يا مدام حنان انا هستاذنك برضو هاخد رقم تليفونك. طيب خلينا نبتدي بس الاول بمدام مها اللي كلمتنا في الاول، والدتها عندها كانسر وكان المشكله في في حاجتين يعني كذا حد في حاجات مشتركه اللي هي المستشفيات الخاصه. المستشفيات الخاصه بيبقى ليها نظامها، ونظام اللي هو نظام الخاص تعاقدات مش بيبقى ناس فيها مقيمه باستمرار. ففي مشكله، يعني هي في مشكله في مستشفى، يعني مستشفى خاص تتحمل، لكن انا مع ذلك مستشفى العاصمه ومستشفى الواحه اللي هم دول اللي اتذكروا يعني انا هنطلع لهم الناس بتروح. انا يعني اصلي منظومه الطوارئ في المستشفيات الخاصه ما هي زي منظومة اللي عندنا في العالم. ما انا فاهمة يا فندم، بس لازم حضراتكم تكونوا برضو مشرفين عليها، لان هي احنا ما بتوصلناش المشاكل. يعني المشكلة المشاكل لما توصل لنا زي كده احنا بنجري وبنشوف. احنا بنشوف كمان، يعني هم بيعملوا ايه؟ الاستاذة كمان اللي كانت مودية في المستشفى المدام فوزية برضو قالت نفس القصة. عند الاثنين بقى عندهم مشكلة في حاجة كمان، في الاسعاف. ما هو في الاسعاف دي مشكله الاسعاف دي انا يعني مش قادر اتفهمها. يعني كانسر مريضه سرطان يحطوها في عربيه مش مكيفه في درجه لا الحراره دي ما يعني ما هو ممكن يبقى في العربيه المتاحه في الحالات العاديه جايز كده، انا ما اقدرش احكم. هو المفروض عربيه الاسعاف يبقى ما فيهاش تكييف حتى لا لو في الحالات العاديه. لا لا لا, لا ما في 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 ممكن يبقى في مشكله في العربيه نفسها، انا مش عارف لان انا ما اقدرش. وقال لها استني ساعه، ما هو ده السلوك بقى الغريب اللي انا بتكلم عنه. يعني هي ست اعصابها تعبانه لوحدها، هتعمل لها اعصابها تاني؟ ممكن يبقى في حادثه اولى بتجري عليها العربيه، لان برضو الدنيا ما بتبقاش. انا ما اقدرش اقول للمريضه ده فلان طبعا اولى. طبعا لا ما اقدرش اقول له حاجه لا زي لا كده. ما هو ممكن واحد بيموت، ما هي قصص اصلي بالزبط. حضرتك ما نقدرش نحكم الدنيا في موقف واحد، لكن طيب. هي في موقف متعدد، لكن مع ذلك انا هشوف موضوع المستشفيات دي الخاصه، شوف ايه اللي نقدر نعمله فيها. طيب انا هتكلم عن المستشفيات الخاصه دي برضو يعني لاحقا، لان في يعني ليها كذا شكوى كمان من ناس كتير. بس خلينا بقى نروح لمدام ماجده اللي كلمتنا من اسكندريه، وكانت بتتكلم ان ابنها عنده فيروس ايدز. انا عندي بقى مشكله مع مرضى الايدز، مع المدمنين، مع الناس اللي بتتعالج مش عارف من ايه، ان انا دلوقتي السلوك او تقبل المجتمع ليهم بيكون صفر تقريبا. بالاضافه الى ان انا كمان كمراكز علاج او مستشفيات بتعامل معاهم معامله زي اللي اتعامل معاه ابن مدام ماجده، فالولد مش لاقينه بقالنا اسبوعين، بقالهم اسبوعين، علشان هو عنده حاله من الصدمه، لان الراجل قال له انت عندك فيروس ايدز قدام الناس كلها، فالناس نفرت منه وهو مش عارف ايه، وهي كانت يعني عايزه يعني تعالجه. ف انا بادي بالموضوع ان انا ده انا بخلي المشكله تتفاقم مجتمعيا كمان. لا في هو طبعا يعني احنا اولا سريه هذا ده قال قدام الناس كلها في المستشفى. لا هو ده خطا من الطبيب بالتاكيد، لان احنا دايما توصياتنا ودايما ان احنا اولا عندنا قطاع عريض او اداره عريضه عن مرضى الايدز وازاي ان احنا بنتعامل معاهم. ده وتعليماتنا منشوره على كل المستشفيات نتعامل ازاي مع هؤلاء المرضى، السريه وكل حاجه، لان الموضوع يعني هو بيعيش في اطار البني ادم العادي بتحفظات لغايه ما يعني يعفى من هذا المرض، لكن يبقى ليهم تحفظات في التعامل والى اخره، وفي تعليمات بتتاخد سواء في العمليات سواء محتاج عمليه، كل الحاجات دي موجوده. بالظبط. ومش هو لوحده، يعني هي مدام بتقول ان في ناس كتير كده وبيهربوا. ما ينفعش فكره ان احنا نحطهم في مستشفى احنا بنفضح الدنيا، ما ينفعش. يعني ما ينفعش نحطهم في مستشفى لوحدهم، كلام ما ينفعش. مكان لوحدهم هيبقى معروف ان دول عندهم ايه. ما ينفعش. انا لازم اتعامل معاه معامله عادي. خاصه جدا عادي، ومحدش يعرف ان هو مش لازم حد يعرف علشان ده مستقبل ناس. ده دي استراتيجيه مش انا، دي استراتيجيه عالميه يعني مش احنا بالزبط. مش احنا يعني لا تمام. ده حاجه مهمه يعني. طيب ناخد عبد الناصر من سوهاج. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. اتفضل. الدكتور سامعك بس يعني حاول بس تقف في حته كويسه عشان الشبكه مش حلوه. حضرتك احنا دلوقتي معايا اخت 62 سنه من سوهاج مركز البليانه. البليانه. اختك 62 سنه في البليانه. تمام. المشكله ايه يا فندم؟ في
الصوت بيقطع. مش سامعاك يا استاذ عبد الناصر، الصوت مش واضح، انا اسفه. حاول التسجيل. الو، معلش حاول تكلمنا تاني. معانا كرم من البحيره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح النور. اتفضل يا استاذ كرم. ازي حضرتك؟ وانا بصبح على الدكتور. دكتور سامي. معلش. اهلا وسهلا. اتفضل. ايوه فندم، انا بصبح على حضرتك وبصبح على الدكتور. اهلا وسهلا. طب ممكن تسمعني من التليفون لو سمحت؟ بس الله يخليكي، مع حضرتك يا فندم، مع حضرتك. اتفضل. انا سعيد جدا ان انتوا بتأثروا موضوع جميل زي كده، وان الدكتور موجود معانا. تمام كده. لكن انا قبل ما اتكلم في النقطه دي، انا ليا حاجه بسيطه بس هنوه عنها، وبعد كده مش هعطل حضرتك ولا الدكتور. تمام. انا كرم عيسى، نائب سابق في برلمان. انا بناشد اللواء ابو بكر عبد الكريم بان، ومدير امن البحيره، بان المخبرين في مركز كوم حماده شعبان غلاب وابراهيم الكرباجي عاملين اتاوة على الناس يا فندم. واحد عنده محضر بألف جنيه، واحد عنده شكوى بخمسمائة جنيه. بيتطاولوا يا فندم على يعني على الناس بطريقة غير عادية. احنا بنقول يا جماعة الرئيس بتاعنا رئيس محترم، الداخلية داخلية محترمة، وزير الداخلية انا اعرفه معرفة شخصية، راجل في قمة الادب والاحترام من ايام ما كان ماسك امن الدولة. فانا النداء ده للواء ابو بكر عبد الكريم، يا فندم مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، المخبرين اللي فيه فردين اتاوة، ابراهيم الكرباجي وشعبان غلاب، وهذا النداء للسيد مدير امن البحيرة. رئيس المباحث يا فندم قاعد في المكتب ما بيتحركش، معذور ما يعرفش حاجة، وسيادة المأمور. لكن عشان خاطرنا احنا مش عايزين احتقان بين الشعب والناس دي يا فندم. اتفضلي. خليك معانا ما تقفلش لو سمحت. ممكن بس هنرجع للكنترول واحنا هنكلم، هنوصلك بسيادة اللواء ابو بكر عبد الكريم. هو طبعا ما بيتأخرش عننا بصراحة، يعني اي شكوى بنوصلها له بيحلها على طول. معانا حسام. ايوه يا فندم. ايوه استاذ حسام اتفضل. صباح الخير يا فندم. كنت عايز اعمل مداخله على برنامج صباح دريم لو سمحت. ايوه انت على الهوا يا حسام اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور اتفضل. حضرتك بس انا كان في عندي حاجه، كان في عندي مشكله يعني من حوالي سنه ونص. المدام عندي، انا متجوز من حوالي 9 سنين، فربنا سبحانه وتعالى ما اكرمش بموضوع الخلفه. فاتعالجي كتير ورحنا مستشفيات كبيره والحمد لله رب. ف وديناها الطفله لما اتولدت نزلت شبه ان هي ناقصه الرئه، عندها ناقصه يعني في نقص في الرئه. الرئه مش مكتمله يعني؟ الرئه مش مكتمله حضرتك. فحولنا لحضانه خاصه، اليوم بتاعها كان ب 3600 جنيه. اليوم؟ اليوم الواحد بس، اسمها مستشفى الازاريطه. فكانت حضرتك في انا اساسا يعني من اسكندريه. تمام. فلما جينا قعدنا 3-4 ايام ملحوم ما بين زوجتي بتولد وبنتي في المستشفى والكلام ده. فهم كان المفروض يدوها حقنه، ما اعرفش الحقنه دي لتكمله الرئه ولا ايه، احنا دافعين تامين خمس ايام. فاتصلوا بيا، التليفون بتاعي فاصل، فحاله البنت خطره جدا جدا جدا. طيب انا سايب لكم تامين، ادوا للبنت الحقنه لحد ما اوصل. يعني انتوا اتصلتوا بيا وقلتوا لي البنت محتاجه حقنه ضروري ضروري ضروري، فقلت لكم انا جاي مسافه السكه، ما فيش نص ساعه. فالدكاتره رفضوا ان هم يدوها الحقنه، ولذلك البنت توفت. البنت ايه؟ توفت. انا اسفه يا استاذ حسام ان انا بسمع الكلام ده بصراحه، مش يعني حاجة صعبة جدا، سلوك غريب جدا بيأدي شكوى. انت عملت شكوى يا حسام؟ لا والله ما عملت الشكوى، لان المدام عندي كانت في حالة سيئة، لان 9 سنين ما كان لازم شكوى، عشان الخاص ده بيتعامل الشكاوى بتاعته من ناحيتين. الناحية بالنسبة لنا احنا، بالناحية اللي هو المستشفى نفسها وتلخيصها واللي بيشتغلوا فيها، الخطأ الطبي فيها لو كان في خطأ طبي بتحاسب عليه النقابة، النقابة ليها دور في هذا المستشفى الخاص، فلازم يشتكي في النقابة بحيث يتم تحقيق في الواقعة نفسها، إذا كان في قصور بيتحاسب عليه الطبيب بالتأكيد يعني. طيب يعني طبعا الحاجات دي بتبقى مؤلمه جدا وبتضايق جدا، بس طبعًا. يعني طبعا ربنا يعوض عليك يا استاذ حسام. ربنا يكرم حضرتك. وشكوتك وصلت، شكوتك وصلت طبعا، ومش حسام لوحده اللي عنده المشكله دي، في ناس كتير حصل معاها. انا بقول لحضرتك الخاص دايما، مستشفيات الخاصه دايما، عشان تبقى الدنيا واضحه للناس. بس
المستشفيات الخاصة بتاخد ترخيصها من عندنا من الصحة زائد ترخيص من النقابة. ترخيص الصحة على الترخيص المكاني والناس اللي بيشتغلوا فيه وطريقة العمل وكده. لكن الخطأ المهني أو الخطأ الطبي في المستشفيات الخاصة بيتحول للنيابة، ممكن يتحول نيابة عامة ويتحول للنيابة للنقابة، وإحنا بيقبل لنا دور برضو إن إحنا برضو بنحقق في الموضوع. لكن طيب. الأساس كده المستشفيات العامة الخطأ الطبي إحنا اللي بنحقق فيه والمستشفيات الحكومية وإحنا بنحول نيابة برضو، بس المهم إن الشكوى توصل. لأني أحيانا زي ما السيد فاضل ربنا يكرمه يا رب ويعوضه خير، إن هو حصلت معاه مشكلة وحس إن في تقصير، هو حس إن في تقصير أكده أو نفاه، ده لما يكتب شكوى هو ما كتبش شكوى فخلاص انتهت. فلأني طيب. لازم المواطن برضه يعرف إن الشكوى مهمة، لأني دي بتفتح علينا واحنا نقدر نتواصل عشان توصل بس يعني بالزبط. احنا لازم الواقعة توصل ما استناش عليها كل ده وبعدين ارجع اقول حصل لي كذا من كام شهر بالزبط. لازم تبقى عارف حقك كويس وعارف ان انت تروح تشتكي لمين. طيب التقصير نقدر نحاسب عليه يبقى مثل اي بالظبط. معانا عزمي. الو الو. ايوه صباح خير. صباح النور يا فندم، اتفضل. انا ليا بقى شكوى للدكتور، يعني انا هقول الصراحه. اتفضل اتفضل. انا اختي جالها جلطه فدخلتها مستشفى مدينه نصر. مستشفى ايه؟ التامين يعني. مستشفى ايه دي؟ أيوة. تبع ايه؟ أيوة تامين مدينه نصر. تامين وبعدين. ايوه ايوه. اسمعني من التليفون يا استاذ عزمي بعد اذنك. نعم يا فندم. اسمعني من التليفون واقفل صوت التلفزيون عشان اعرف اسمعك. حاضر. كويس. تم. اتفضل اتفضل. بصراحة هناك قاموا بالواجب لأن هناك عليهم ضغط أكتر من طاقتهم. الواحد يقول ليه واللي عليه. إحنا بنيجي من جميع البلاد على المستشفى دي. المهم مش في الحتة ديت، هم عالجوها من الكره من المخ والأعصاب من الجلطة. يعني هي الحالة مستقرة لكن عندها قروح درجة رابعة. قروح. فادوها مرهب هناك. أيوة. كانوا بيصرفوا لها يوماتي 4 أنابيب من الكروع لان الكروع واسعه وكبيره. فطبعا قعدوها لمده وبعدين طلعوها قالوا لي تروح العياده اللي تبعها. رحت العياده اللي تبعها اداني 5 أنابيب بالعافيه في الشهر. اعمل بيهم ايه بقى يا دكتور؟ دول يعني ما هو حاجه بالاثنين، لما هم يخلوا خلوها في المستشفى هم يعالجوها انا مش عارف حاجه، لما يدوني العلاج بتاعها لان ناس كاتب لي السلفادياسين الفضه ده اجيبه منين؟ وبعدين هي معايا سكن كله عشان انا اروح اجيب ب5 أنابيب وانا مش لاقيه، حتى انا مش لاقيه، انا دايه على شاش وقطن الحاجات دي كلها، الشاش اللي هو المعقم المعقم مش لاقيه. الدكتور اللي بيكتب لي ده في العياده الخارجيه طبعا غصب عنه لان هو مديله سلطه ما يديش اكتر من 5، هو عارف ان دي قرعه درجه 5 رابعه. طيب اعمل ايه ودي ست كبيره مسنه؟ مفيش مشكله استاذ عزمي، خليك معانا ما تقفلش لو سمحت. هو طبعا يعني كنا هو في المستشفى وشكر فيها، طبعا دي تبع هيئه التامين الصحي لكن كلها احنا بنتكلم على منظومه المريض بشكل عام. فلكن هو كتامين صحي طبعا كده خد فعلا فتره علاج وخد فتره في المستشفى. والحاجه المهمه جدا نتعالج الجلطه. بعد كده قرح الفراش دي مضاعفات الورده من الـ بنسميها النوم الطويل او يعني بس فتره. بس هي دلوقتي بتعمل ايه؟ فهو بيجي فتره معينه المستشفى خلاص بيكمل علاجه وغياره بره المستشفى، ما يخلوش على طول لان ده سليم. مش عارف حتى يجيب لها فهو يعني انا مش عارف يعني. طبعا ده طبقا للطبيب الفني اللي بيشوف الحاله في العياده الخارجيه هو استحق كذا او كذا او العلاج ده يكفي او ما يكفيش، انا ما اقدرش احكم ده. لكن مع ذلك برضو احنا تليفونه ونشوف نحاول نبعته. طيب. تاني تامين صحي تمام. معانا احمد. الو احمد. حسام. حسام. ايوه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ حسام. انا من سكان مدينه 6 اكتوبر يا فندم. 6 اكتوبر، اتفضل يا فندم. استسمحك، عندنا مشكله ازليه ملهاش حل.
للاسف رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر مش عارف يحلها. وايه المواصلات ما بين الحي ال11 والحي السادس؟ للاسف المواصلات غير ادميه بالمره. يعني عربيات بتاعه الحي ال11 والحي السادس. ايوه هو عمل من الحفر للسادس عربيات سوزوكي، ولكن من ال11 للسادس مفيش مواصلات. عربيات بتاعه الفيوم بيسوقها عيال صغيرين بيعرضوا حياتنا للخطر. طيب حاضر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم، الحي ال11 عربيات كتيره جدا في الصبح وفي الظهر وبالليل بيمشوا عكس الاتجاه، وكانوا يخبطوا العيال اللي بيعدوا الشارع اكتر من مره. في المسافه ما بين منطقه الحي العاشر واول ال11 بيمشوا عكس الاتجاه في الاتجاهين. انا اساسنا رئيس مرور المسؤول عن الجيل عن اكتوبر لو وقف عربية في الكيمين ده هياخد كميه مخالفات رهيبه. وصل الشكوى بتاعتك، ولو انه يعني النهارده مش موضوع حلقتنا، بس دي حقيقة يعني شكوى مهمه. بس يعني لا دي طبعا حاجه طبعا مهمه يعني، بس هنوصل الشكوى يعني بتاعت استاذ حسام اكيد طبعا. بس يعني وهنعمل كمان حلقه بخصوص الموضوع ده. شكرا يا استاذ حسام ان انت بلغتنا الموضوع ده. طيب نرجع تاني فندم ل قصة المستشفيات الخاصة بعد إذنك، عشان عايزين نرجع برضو نتكلم في الموضوع ده. أنا دلوقتي ليه بروح مستشفى خاصة؟ أنا كمواطن يعني حتى لو أنا مقتدر شوية بحاول أروح مستشفى خاصة، علشان أو حتى لو مش مقتدر، يعني في ناس يعني برضو بتجيب فلوس بالعافية عشان تروح طيب المستشفى دي. بروح ليه مستشفى خاصة؟ بروح مستشفى خاصة عشان أرتاح. لا بس انا عشان انا حضرت. عندي هنا في مصر هي عقليه ان المستشفى الخاص ممكن بفلوسي احسن وان انا اخد خدمه احسن. ممكن في ثقافه كده خاصه ويحصل معايا كده. هو مشكلته يعني. هو لاني برضو احيانا يعني؟ احيانا هو المستشفيات الخاصه كل خطوه فيها لها ثمن. دي خاصه ده ما يعني هو بس ده صح. هو خاص يعني انا ما اقدرش احاسبه. طب انا ما اقدرش احاسبه على فلوسه يعني احنا ما نقدرش. لا ما نقدرش احاسبه على فلوس. طب بلاش الفلوس لكن انا ما بتكلمش لما تبقى فيه غلط يعني انا احاسب على الخدمه، احاسب على خطا. طب يعني انا لما يقول لي مستشفى دي مثلا في مشكله مثلا في مكافحه العدوى، في اجراءات مكافحه العدوى بحيث انها فيها في حاجات عدوى كتير حاجه زي كده يعني انا بروح واشوف وبتاكد، ممكن اؤدي الى غلق المستشفى مفيش مشكله. اغلقنا مستشفيات كتير تمام. لكن أنا مش احنا الرقابه بتاعتنا كده. انا ما بتكلمش على الفلوس يعني مش اتكلمي على ان انا تمام. دلوقتي مش هتبقى مشكلتي انا بدفع كام على قد مشكلتي. تتكلمي ان انا على الخدمه. على الخدمه بالظبط. احنا انا اكلم حضرتك في جزئين اوضحهم. الجزء الاولاني عشان برضو تبقى عارفين ومستوعبين وحد حضرتك ارقام كده عشان نبقى فاهمين. احنا عندنا المستشفيات العامه والمركزيه بتاعتنا 400 مستشفى على مستوى مصر، غير مستشفيات الامانه ومستشفيات التعليم والى اخره. تمام. انا بيستقبلوا عندي كام، بتتعمل كام خدمه لمرضى في اليوم في ال 400 دول؟ اكتر من 200 الف خدمه. كويس. ايوه. بيتعمل فيهم عمليات نفخ الدوله، بيتعمل فيهم دخول وعلاج واشعات ومعامل كل ما تتخيليه حضرتك. ده بيتاخد في المستشفيات دي، المستشفيات العامه. ويمكن الشكوى بتطلع من مواطن 2 3 10 من ال 200 الف، لكن الشكوى الواحده مهمه بالنسبه لي. هو بيلجا المستشفى الخاص، قد يكون المستشفى الخاص هو حابب يروح ده من الاول، قد يكون ان هو ما لقاش الخدمه اللي هو عايزها في المستشفى العام وراح المستشفى الخاص، قد يكون كده. لكن انا عايز اطمن حضراتكم برضو، احنا دلوقتي داخلين على منظومه التامين الصحي. منظومه التامين الصحي الجديد والقانون خلص وان شاء الله في يعني لو هو التامين الصحي بقى ده هيعمل لنا ايه؟ التامين الصحي الجديد ان شاء الله ان هو هيبقى متعاقد مع كل المستشفيات، بس لازم تبقى على مستوى معين الخاص والعام، بحيث ان انا التامين الصحي يبقى وكيل المريض، يعني يبقى وكيله ان هو يوديه في المستشفى هو اللي يتصرف وما يدفعش حاجه بقى. يعني الدنيا هتتغير. يعني انا قصدي نتمنى يعني طبعا ده حلم احنا بنحلم بيه لينا 10 سنين من ساعه ما ابتدينا في الصحه احنا نحلم ده. فاحنا على كمان كمواطنين يعني احنا فعلا على ابواب التنفيذ، واحنا حاليا بنجهز نفسنا المرحله الانتقاليه لاستقبال التامين الصحي بعد اقراره ان شاء الله. ان شاء الله يحل مشاكل كتير جدا. هرجع القصه دي تاني، بس خلينا نرجع نستقبل تليفونات الساده المشاهدين. ايمان من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ايمان. انا بقول لحضرتك على بكلم حضرتك من اسكندريه، مستشفى ابو قير مستشفى ابو قير العين. حضرتك انا بنتي كانت تعبانه وكانت حالتها سيئه جدا،
وجريت بيها على المستشفى، المفروض ان انا ادخل على الاستقبال واكلم الممرضه الموجوده للاسعافات او للطبيب. بنتي كانت في حاله سيئه جدا جدا جدا. طبعا هي تفضلت مذكوره، قالت لي ما هي لسه عايشه قدامك، ما هي كويسه اهي. قلت لها البنت تعبانه جدا وانا خايفه ان تكون عندها حاله تسمم، والبنت بدات تترفع درجه حرارتها وحالتها سيئه جدا. طبعا قالت لي ما فيش هنا الكلام ده، حضرتك ممكن تستني لما يجي دورك. دوري دوت المفروض ان انا اكون رقم 80 يعني علشان ادخل للدكتور. قلت لها حضرتك من فضلك هتشيلي الدكتور النبطي او هتشيلي دكتور الاستقبال. قالت لي مين دي موجود. دي دكتوره دي ولا ممرضه يا فندم في الاستقبال. طبعا اخذت البنت لان كانت حالتها صعبه جدا، جريت بيها على مستشفى ماري مرقص. طبعا تمت الاسعافات الاوليه. طبعا البنت كانت فعلا حالتها سيئه، بداوا يحطوا لها محلول، بداوا ينزلوا لها درجه الحراره. المفروض ان انا ده صح ان هو مثلا يتعامل مع واحده بتستغيث وهي بالظبط المستشفى دي اللي خلاني. بلغتي مين ساعه المستشفى بوير دي يا ايمان؟ عملتي نعم؟ بلغتي مين مشكوتك ساعه المشكله اللي كانت عندك دي؟ انا ما كانش عندي اي وقت ان انا بلغ اي حد او ان انا اقول اي حد للشركه. انا كانت رايحه بنتي بحاله سيئه جدا، بحاله سيئه جدا. واكتر حاجه يعني الاستاذه بتقولها لي ان ايه انت ايه ما هي قدامك اهي، يعني لسه عايشه قدامك اهي، انت عايزه ايه؟ قلت لها انت المفروض تسعفيها لما تكوني شايفاها ماتت، ولا المفروض انك انت تعملي ايه؟ طبعا ما فيش اي حد هناك قال لي اي حاجه او وقف جنبي. فاكره حضرتك الواقعه اللي كان الاستاذ وائل جايبها بخصوص امين الشرطه اللي تعدى على الممرضه؟ طبعا الواقعة ديت لما الأستاذ وائل جابها، الموقف ده حصل معايا، الموقف ده حصل معايا، بس أنا ما تصرفتش ولا ضربت الممرضة زي ما أمين الشرطة ضربها ولا عملت أي حاجة. أنا أخدت بنتي وجريت بيها، جريت بيها لأن كان كل غرضي إن أنا أسعفها. فياريت ياريت أي مسؤول يتم تتكلم على التمريض. الست كانت هتضرب الممرضه يا دكتور، يعني كانت مقربه. والله اصل عيني ما ينفعش برايحه بنتي تعبانه بتموت طبعا وتقولي لي لسه عايشه. يعني هو يعني إزاي؟ مش عايز اقول عاده، لكن هو المشاكل اللي بتحصل في الاستقبال بتحصل بسببين. السبب الاولاني اولا لهفه اهل المرضى على اللي معاهم، ده بالتاكيد ده شعور انساني. دي حاجه طبيعيه. طبيعي، ما انا اقول لك ده طبيعي. ده شعور يعني انساني. يعني ابنه عنده شويه سخونيه بيبقى مرعوب. رد الفعل بقى بتاع رد الفعل بتاع الطبيب او التمريض اللي انا بتكلم، هو ده احيانا بيبقى اقل من مستوى الاهل. طبعا. فده بيحصل المشاده، ممكن يبقى في عيان تاني عايز يتشاف الاول او معاه عيان تاني، بس اعرف امتص بس الرعب اللي عنده ده شويه. هي دي بالزبط. اللي هو التواصل مع اهل المريض او المريض، ما ينفعش ازعق لوحده جايه جدا مهما كان مضغوط. لكن كمان في مشكله تانية احيانا بيبقى يعني ممكن مثلا الطبيب نفسه غير متواجد، دي مشكله كبيره بقى. لا دي حاجه ودي حاجه، فاحنا دي مشكله يعني ودي مشكله بالزبط. احنا لكن احنا دايما التواصل هو اللي بيعمل لنا مشكله. طيب. وممكن تبقى ممرضه، ممكن يبقى كاتب، ممكن يبقى طبيب. فطبعا من خلال حتى البرنامج احنا يعني دايما الفئه التمريض خصوصا في الاستقبال لازم يتحلوا بالحكمه مع التعامل مع الحالات بالتاكيد. لاني زي ما بنقول انا لو حطيت نفسي مكانهم لازم هبقى ملهوف. لازم اخد بالي في يوم من الايام كانت مكانها يعني وبعدين مكان دي ام برضه وفي الحقيقه بالتاكيد. وفي الحقيقه احنا بنقول دايما في الطوارئ والحوادث والحاجات دي الناس ملهاش ملجا غير الاستقبال. يعني انا بجري على اقرب حاجه، فانا الملجا الوحيد لي ما عملتهوش كويس، اديت له كلمه طيبه وطمنته تحصل المشكله. وده مهم جدا دي في اول حاجه كده عشان نبتدي نحل بالزبط. المشكله ان شاء الله. طيب معانا محمود من اسماعيليه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ممكن على سمحتي اعمل مذاكره مع حضرتك؟ ايوه يا فندم انت على الهوا، اتفضل. حضرتك احنا مرضى الفشل الكلوي بأنطرة شرق الجديدة. لا اسمعني من التليفون، اسمعني بس من التليفون، وطي صوت التلفزيون عشان اعرف اسمعك كويس. انا قبل التلفزيون خالص بقول لحضرتك احنا مرضى الفشل الكلوي بأنطرة شرق. وحضرتك احنا بنتعامل معاملة من اسوأ المعاملة في مركز غسيل الكلى في الأنطرة شرق، في مستشفى الأنطرة شرق. واشتكيت لرئيس الوزراء واشتكيت لوزير الصحة واشتكيت للنيابة واشتكيت لكل حد ومحدش سائل فينا. الممرضات
بيعملونا على اساس ان احنا مرضى وزاره الصحه من الطبقه العشرين، لانهم بيشتغلوا في مراكز خاصه، بيشتغلوا في مراكز خاصه في الانطار الغرب وبياخدوا فلوس، وفلوسهم اللي بياخدوها من وزاره الصحه ما بيحللوهاش، وبيعاملونا معامله وحشه. المركز لا فيه تكييفات ولا فيه سلك، وفي دبان والبلعات طافحه وفي زران، ومن اسوء ما يمكن المعامله بتاعت الممرضات لينا. على وكيف تيجي تكلميهم يقول لك انتوا اصلا انتوا مرضى وزاره الصحه، انتوا مش مشكله. واخد بالك حضرتك ازاي؟ مش حاجه اسمها كده يا استاذ محمود. الشكوى بتاعتك وصلت للدكتور هشام. لا لا لا، الاكثر من كده حضرتك، بنتعامل دلوقتي بيخسرنا الكباسين، بيخسرنا الكباسين منتهى الصلاحيه. لا ما يحصلش ابدا. ما ينفعش شكوتك وصلت. طيب واحنا هنتواصل. لا لا هنتواصل. لا انا اعتقد طبعا كمان مشكلة. هي داخله انطار حضرتك بتقولنا بيعملنا بيخسرنا الكباسين منتهى الصلاحيه، وعملنا محضر في الاسم بالكلام دوت. حاضر يا فندم. حاضر. احنا هنتابع دكتور هشام كتب الشكوى بتاعت حضرتك، واستاذنك ناخد الرقم بس معلش. معانا احمد من القاهره. يا فندم. اي فندم اتفضل. احمد سلطان. اتفضل. اسمعني من التليفون، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون بس. ايوه يا فندم، حضرتك من مستشفى الشيخ زايد. طب اسمعني بس من التليفون الاول. الشيخ زايد. ايوه يا فندم. حضرتك في اهمال جامد. اهمال؟ في مستشفى الشيخ زايد. انهي الشيخ زايد التخصص انهي واحدة يا فندم؟ مركزي. اللي هي في اول المنشية عند الدويقة. عند ايه؟ عند ايه؟ في منشية ناصر اول الدويقة. الشيخ زايد قالنا هنا. انا بحسب المستشفى اللي هنا. تمام. طيب طيب ماشي. الدويقه. حضرتك. مشكله في ايه بقى؟ اهمال في تربيه، مربيين سيادتك مربيين القطط. ايه تحت قطط. قطط، مستشفى مليانه قطط. المستشفى إيه مليانه قطط. صعبه قوي. يعني المستشفى دي مستشفى جديده ولسه مشغلينها من فتره. دي مش جديده. الدكتور هشام بيقول لك دي مستشفى على جديدة. احدث التجهيزات وعلى احدث النظم يعني. سيادتك انا كنت هناك. صعب قوي يعني ان احنا نلاقي كده. طب احنا هنحاول ان احنا نتاكد بس. دي مستشفى على مستوى عالي جدا إزاي؟ وحتى في بروتوكول مع بتوع جامعه حلوان وبيشتغلوا معانا في المستشفى، الاداء فيها عالي وحيعلى كمان اكتر من كده. طب بس نتاكد برضو احتياطي. شكرا استاذ احمد. محمد من القاهره. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك اتفضل. معلش بس انا في طبعا رساله للدكتور معانا. صباح الخير يا دكتور. طبعا صباح الخير. اتفضل. بص يا دكتور، وطبعا اي حد بيوصل لك اي شكوى دي امانه في رقبتك طبعا. اكيد. الموضوع اللي هحكي لك عليه ده ما يخصنيش انا. انا كنت راجل ماشي بعربيتي رايح شغل عادي، طفل صغير واحد خبطه بمسك الامه من غير نمر وحاجات زي كده. المهم اخذنا احنا جنب مستشفى السلام العام، اعتقد دي مستشفى حكوميه. تمام كده. احنا اتصلنا بالاسعاف خوفنا نحرك الطفل من مكانه. تمام. يكون عنده درع مكسور ولا اي حاجه من الكلام ده كله. تمام. ده الطبيعي وده متعرف عليه. انا عايز اقول لك المستشفى جنبينا لدرجه ان احنا رحنا لهم عشان نجيب عربيه اسعاف من بعد الاتصالات طبعا. اوكي. يقول لك العربيه طلعت موريه بره وبعد كده لما ترجع هنبقى نجيبها لكم وكلام زي كده. يعني هو راح مستشفى ولا ما راحش؟ يعني الولد راح ولا ما راحش؟ ايوه. ما احنا خدناه احنا بقى بالعربيه بتاعتنا. انتوا خدتوه بالعربيه بتاعتكم عشان الاسعاف ما جاتش. عشان جنب المستشفى احنا ما بيننا وما بينهم مستشفى بالظبط يعني. امطار يعني ما بيننا وما بينهم مستشفى امطار. احنا خفنا نحركه. تمام؟ المهم خدناه ودخلنا بيه المستشفى. تمام. التمريض اسوأ ما يمكن تتخيليه. احنا بنتكلم مع بتوع التمريض عموما. مستشفى ايه دي؟ دار السلام الجديده. دار السلام الجديده. جديده. طب احنا نعمل ايه بقى في موضوع التمريض ده؟ والله فندم يعني لا يعني هو احيانا تصرف شخصي يعني. دايما حتى في كل مجالات العمل تدخلي حضرتك اي مصلحه ممكن تلاقي 90% منهم كويسين و10% بيعاملك بطريقه سيئه فبيبوظ المنظومه. طبعا بالنسبه لنا أسوأ يعني. انا كمان يعني مش بتعامل مع مواطن عادي، انا بتعامل مع مريض. فطبعا كلام احنا ما نرضاش بيه. سوء المعامله بالنسبه للمرضى او للمترددين ده كلام مرفوض. كون الممرضه بتعامل الناس وحش ده كلام مرفوض، احنا ما نرضاش بيه. لكن مع ذلك عشان بس ما نظلمش الفئات الطبيه سواء اطباء وتمريض هي جيوش جراره. هي فعلا بتؤدي خدمات جليله جدا. وفي ناس بتعامل الناس كويس جدا وناس في الحقيقه في بس للاسف بيبقى في حد بيعمل حاجه وحشه.
زي ما بنقول كده في المثل اللي يقول لك السيئه تعم. السيئه تعم بس يعني دي مهن حساسه طبعا يا دكتور، ما ينفعش يبقى فيها سيئه طبعا. بس هو احيانا السلوك الشخصي نفسه بتاع البني ادم هو اللي بيجيب لنا المشكله، مش طبيعه العمل. يعني انا طبيعه العمل هتعمل 1 2 3، السلوك الشخصي في الاداء نفسه يعمل لي مشكله. تمام. يعمل مع مشكله مش مع مين، ده مع مريض، فدي طبعا كلام احنا نرفضه تماما. مع مريض واهله التفاصيل الموضوع ده يعني صعب، مش اي يعني مش اي حد يقدر يستحملها. تأكيد. طيب معانا احمد من الجيزه. احمد الو. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. حضرتك انا عندي التهابات في الاعصاب الطرفيه. تمام. وحضرتك سامعني؟ اي يا فندم سامعاك، اتفضل. عندي التهابات في الاعصاب الطرفيه ورحت القصر العيني، قعدوني 6 شهور، كنت داخل على رجلي بمشي يعني، مخ واعصاب قسم 15. تمام. رحت القصر العيني، قعدوني 6 شهور بيجربوا فيا بالكورتيزون، طلعوني على كرسي متحرك. مش حاجه اسمها يجرب. تمام. بقالي 2 سنين دلوقتي على كرسي متحرك، وكل اللي رحت للدكتور عمرو السلف اللي هو ساعتها كان ماسك القسم، قال لي علاجك والله مش هنا في مصر، ده علاجك في المانيا، وفي حقن كده مش عارف 30,000 جنيه وحاجات زي كده. طب انا واحد كنت داخل على رجلي، اهمال الدكاتره طلعوني على كرسي بعجل، في الاخر طردوني بره القصر يعني بعد 6 شهور. هو حكم لي. تمام. قولي لي بقى حضرتك انا اروح لمين ولا اعمل ايه؟ يعني دلوقتي انا شاب وحياتي كلها اتدمرت. هو طبعا انا ما اقدرش احكم ان هو اهمال، بس انا هقول لحضرتك من يعني ان شاء الله ربنا يطمن. هو طبعا ما اقدرش نحكم الموضوع اهمال. ممكن يكون تطور مرض كده، ممكن يكون اي حاجه تانية، انا ما اعرفش. احنا ناخد تليفونه بعد عشان تتفحص بس يا استاذه، ونشوف نعرضه على لجنه، حتى لو كان محتاج علاج ليه علاج بره مش موجود في مصر، ممكن يخش في العلاج ده. بس ما تقلقش يا احمد، هنحاول نساعدك ان شاء الله. سحر اسكندريه. الو. ايوه يا سحر، صباح الخير. صباح الخير. كنت عايزه اقدم شكوى لو سمحتي. مستشفى جمال عبد الناصر في اسكندريه سيئه للغايه، يعني كلها حشرات وفيها صراصير، مش نظيفه. استني بس يا سحر، تاني كده اسم المستشفى ايه اللي فيها صراصير؟ جمال عبد الناصر في اسكندريه. جمال عبد الناصر. ايوه. دي تبع التامين. ايوه. سيئه للغايه وفيها حشرات، مش نظيفه. يعني سيئه خالص. طيب حاضر حاضر. حاضر هي مستشفى جماعة من قلعة، من قلاع مصر دي يعني. كانت أول مستشفى تأمين صحي في الجمهورية تقريبا يعني، لكن ممكن يبقى في بعض الحاجات دي طبعا تبقى ذات مستشفى. احنا طبعا التأمين الصحي عندنا يشوف القصة تخلص ازاي، اذا كان ما انا ما اعرفش ابعادها يعني في الحقيقة. طيب هبة من اسكندرية. هبة السلام عليكم. الو. ايوه هبة اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام يا حبيبتي. كنت عايزه اقدم شكوى للدكتور لو سمحت. اتفضلي. انا من اسكندريه يا دكتور. نعم. وجوزي تعب، جاله ضيق تنفس، فروحنا ماري مرقص، فعملنا قالوا لنا لا ده احنا عايزين رسم قلب، عملنا رسم قلب قالوا لنا لا لازم عنايه مركزه، رحنا مستشفى ميامي التخصصي جنبينا. رحت بصوا للتقرير وكده ورسم القلب، قالوا لي قلنا له غلط ولا قال لا 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 صح، جابوا حبوب تحت اللسان وجابوا حاجات كتيره، قعد يعني دواء ياخده وكده، والاخر فوجئنا ان هو اصلا قعدوه في العنايه يوم، والاخر اصلا ما كانش قلب ولا اي حاجه، كان عنده ضيق تنفس في الانف وفي الصدر هو اللي عامل له المشكله دي، والاخر عرفت ان اللي كشف عليه واداله الدواء واحد بيشتغل في الحسابات تحت. لا ازاي بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش معقوله والله العظيم. ثلاثه يا فندم تكتب شكوى ثاني يوم؟ لا تكتبي شكوى، تكتبي شكوى. مين شاف الكلام ده صحيح ولا مش مظبوط؟ لا وبعدين انا الحمد لله الف حمد وشكر، رحنا لدكتور قلب وادانا الدكتور صدر، والف حمد والف شكر بقى زي الفل الحمد لله، بياخد علاج دلوقتي. لا بس معلش لازم بس الموضوع ده يتراجع، اكتبي بس شكوى لو سمحتي يا مدام. بالتاريخ واودي فين الشكوى يا فندم؟ ابعتيها لنا. ابعتيها من فضلك، ممكن تبعتيها لنا؟ ايوه حاضر. طيب ميرسي قوي. شكرا شكرا يا دكتور. شكرا. تامر من سوهاج. ايوه. الو. ايوه استاذ تامر اتفضل. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. السلام عليكم يا فندم. الو. مش عارفه. طب نوطي التلفزيون يا فندم. صباح الفل يا فندم. نوطي التلفزيون لو سمحت يا فندم، نوطي التلفزيون. صباح الفل يا فندم. تمام. الو. تمام. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. الاستاذ سامر مستشفى حضرتك يا فندم. ايوه اتفضل.
يا فندم حضرتك في انا من سوهاج في مشكله بسيطه جدا في مستشفى تحت العام. تمام. مستشفى ايه؟ تحت مستشفى تحت العام. اه يا فندم انا بعرفك بنفسي، انا امين شرطه ماسك مباحث مستشفى تحت العام. تمام. اهلا بيك، اتفضل. يا فندم دلوقتي المستشفى تحت العام ماسكه اربع مراكز، ماسكه مركز سيما، مركز جهينه، مركز المراغه، مركز تحت. وبعدين يا فندم دلوقتي لما يجي مريض حضرتك، لما يجي مريض تعبان يخش المستشفى عاوز يتحول من المستشفى الى الجامعه بتاعت سوهاج او جامعه اسيوط. تمام. الاسعاف بقت حاجه متخصصه دلوقتي، الاسعاف عشان تظبطي او تحولي حاله من المستشفى تحت مثلا العام الى مستشفى الجامعه واسيوط اكيد لازم تنسقي مع الاسعاف الاول عشان تيجي، فاهل المريض ما بيستنوش لغايه لما الاسعاف تيجي، بيبقى عبء على الدكاتره حضرتك. تلاقي طبعا انت عارف اهل المريض بيجوا مثلا مرعوبين، خايفين عليه لا يتوفى، خايفين عليه يتعب، الكلام ده. انا واجهت مشاكل كتير من نفس النوع واخلص مشاكل كل يوم كتير قوي قوي قوي، يجي يغلط في الدكتور. طبعا المريض ملوش دعوه، اهل المريض ملوش دعوه، هو عاوز اسعاف تطلع بالمريض، ملوش قصه ان دي مثلا حاجه متخصصه او الاسعاف بقت قطاع لوحدها او الكلام دوت. فالمشكله دي عاوز اقل ما فيها نظره. انا بحترم الدكتور اللي قاعد مع حضرتك. انا الموضوع ده واجهته كتير قوي، والدكاتره بيتغلط فيهم فعلا، الكلام ده حصل قدامي، بيتغلط وبيتضربوا في مستشفى تحت العام قدامي حصل. تمام. بغلط وكلام مستفز جدا، وفي دكاتره نفسهم تبقى موجوده. المريض عاوز يتحول باسعاف، طبعا هم مش ذنبهم حاجه، يقول له استنى ننسقهولك، يتصل بالطوارئ، الطوارئ فين لما تجيب اسعاف؟ المريض عاوز اسعاف تبقى موجوده عشان يتحول بيها على طول، ممكن تبقى حادثه. الاسعاف طبعا بتجيب الحاله وتمشي على طول، لو مش شارع يتصل عادي الاسعاف بتروح تجيبه، بس عشان يتصل المستشفى يوديها لسوهاج او يوديها لاسيوط لازم ينسق مع الاسعاف الاول، ينسق مع الاسعاف الاول، فدي مشكله كبيره، بيبقى المريض بين الحياه والموت ممكن. فبعد اذن حضرتك دي مشكله بسيطه جدا وفي المستشفيات كلها وناس كتير بتعاني منها، وانا شفت مشاكل كتير وكنت موجود وحضرت مشاكل كتير من كده من النوع دوت وخلصناها. يعني خلصها، المريض بيجي اهل المريض بيشتموا الدكاتره، احنا عاوزين اسعاف دلوقتي، ممكن يكسروا المستشفى، ممكن يضربوا، ممكن يشتموا بنفس القصديه. واللي هو بيعمل ده. طيب انت اثرت مشكله يا استاذ تامر. طيب هو انا عايز اقول حاجه برضو عشان يبقى الدنيا هو. يعني هو دايما لما يبقى في المريض مفروض ان يتحول لمستشفى اخرى او لمحافظه اخرى لازم بيتم تنسيق على المكان. يعني احنا المستشفى بتصل بالمستشفى او عن خلال الطوارئ بيوصفوا الحاله فيها 1 2 3 4 عشان يعملوا حسابهم لاستقبالها، عندهم مكان ولا ما عندهمش، نمره 1 نمره 2 عندهم الشغل ده هيشتغلوه هنا ولا لا، عشان ما يطلعش العربيه الاسعاف وتبقى في مشكله اكبر ان اهل المريض يستعجلوا، لا اطلعوا بالحاله، اطلعوا بالحاله، يطلعوا يوصلوا المستشفى مش منسقين، لا مفيش مكان، يقعد يلف بعرب الساعه. يعني دي مشكله احنا بنحلها بالطريقه دي. المشكله دي برضو مشكله. وبعدين هو يعني طالما موجود في مستشفى وفي حاجه اسمها اقلق انفعل اتضايق بس اضرب الدكتور، لكن برضو يعني حتى الانفعال على الناس تبقى متوتره كمان بتتنفعل على الطبيب او التمريض، ده مش من حقهم في الحقيقه، لان الطبيب والتمريض اللي موجود في الاستقبال هو بيعاني الكثير مش بيعاني قليل. وحتى الشرطه بتبقى موجوده على اساس انها بتحد من هذا يعني، لا ده بيبقى سلوك ناس يعني سلوك احيانا الناس بتبقى تتجاوز، ممكن يبقى لهم بعض الحق، جايز لو في تقصير من قدام او في حاسين بالمهنة. في حالات كده يعني وحالات كده يا دكتور، عشان بيبقى احيانا سوء فهم يعني، لا إن سوء فهم، واحيانا لما الاقي ممرضه زي الاستاذه بتقول يعني دي ما دايما، حتى احيانا بيبقى في زياده توتر كمان من الناس، وهنا في معامله من الناحيه الثانيه اقل من المستوى اللي هو عايزه، فبتحصل الخلاف هنا، الفجوه دي تؤدي الى مشكله جامده جدا. تمام. لكن عشان كده احنا يعني دايما في نقاط شرطه في المستشفيات بتحاول لو في مشكله حقيقيه بتتدخل وبتحاول تمنع. تمام. تمنع. طيب معانا عبد الله من الدقهليه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. مع حضرتك عبد الله امين من قريه غزاله السنبلون الدقهليه. اهلا بيك، اتفضل. لو سمحتي، احنا عندنا في قريه غزاله دي مستشفى على اعلى مستوى، حوالي 4 ادوار وفي جنبه مبنى تاني كانوا عاملينه غسيل كلى 5 ادوار. وخساره جدا جدا، دي اهدار للمال العام، ما فيهوش غير طب الاسره. فاحنا كل المركز ما فيهوش الا طب الاسره بس. كل المستشفى دوت كان معمول مصمم على اساس ان هو مستشفى مركزي. طيب
يعني معمول على اساس ان هو بقى مستشفى مركزي. فوجئنا لقيناه تحول له طب اسره، والمستشفى فيه اربع ادوار ومباني يعني غرف، اقول لك يمكن اكتر من 100 غرفه، وفي مبنى جنبه تاني كان معمول غسيل كلوي اربع خمس ادوار. خساره جدا واهدار للمال العام، وسايبينه كده هوت فاضي خالص. طيب انا فاحنا يعني طيب نرجو ان هم دكتور هشام هيعلق على حضرتك بتقوله. بشكرك. معانا حسين من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ حسين. انا من البحيره من كفر الدوار، مستشفى الشامله بتاع كفر الدوار. نظافه مفيش نظافه، استقبال مفيش استقبال. انا معايا والدتي 83 سنه، رحت بيها عشان نعمل لها نقل دم لان عندها انيميا، ودكتور مشكورا مصطفى ابو زهره يشكر من في قصه التمريض، رحت بيها اربع مرات عشان نحجزها عشان ادلها ايه، ادلها كيس دم. كيس دم عندك لغايه دلوقتي. رحت قدام مدير قدام مكتب مدير المستشفى وفرشت لها بطانيه ورجدتها برضه، قاعد يقول لي طب ما فيش ولا سرير فاضي، هاتها لي بكره والصبح الساعه 8 وانا هدخلها لك. انا كنت الساعه 9 ونص كنت في قلب المستشفى، لفيت المستشفى كلها، عنبر المسالك البوليه ما فيهوش الا نفرين محجوزين فيه اكتر من 20 سرير 30 سرير. ادي المستشفى لما جيت اتكلم خدونا على الجسم اللي تحت، وقعدت تحت خدونا على الجسم اللي تحت، خدوك على لا انت كنت بتصور وانت كنت بتعمل وانت كنت بتخلي. قلت لهم انا لا بصور ولا بعمل ولا بخلي. قالوا دي قرار وزاري ممنوع للتصوير اثناء المستشفى من غير تسريح. احيانا الناس تستفز، وانا ما كنتش بصور. راح لمدير المستشفى. فاحنا زهدنا في كفر الدوار وعدم المشاكل، والله زهدنا وجرفنا جرفنا من الدوار ليها تطوير اللي زي دي. فيها شكل تاني ان شاء الله بعد شويه. ماشي يا استاذ حسين، هنعلق بس خلينا بس نشوف بس الاستاذ عبد الله الاول كان بيقول اللي كان بيقول هو غزالة. بص حضرتك بص عشان برضو الناس تتفهم ان احنا في المباني منشآت دي بنيت في عهود سابقه يعني من زمان من اوائل الالفينات. المهم دي كانت مخطط ليها تبقى حاجه اسمها مستشفى التكامل. مستشفى التكامل على الستات دي خدمه العائله الاساسيه وخدمه مستشفى. فالحقيقه بعد كده القصه بالنسبه لنا اصبحت اتغيرت خالص. ليه؟ لان احنا بنقول دايما مش الحجر بس، يعني مش حكايه منشا، المنشا ده عايز بشر. البشر لما يبقى عندي انا بشر مش كافي يغطيني ده عشان امان المريض بس. المباني لما انشئت زمان بطريقه دلوقتي ما بتنفعش تبقى مثلا في اوضه العمليات اللي بالمنظومه اللي هي تحمي العيان، لا ما ينفعش، ما بقتش ينفع. فاحنا حاجات يعني منشات كتيره زي كده احنا مش حكايه ان احنا هدرينها او سايبينها، لا احنا في منظومه انا مع معالي الوزير وحتى دخلت للحكومه رئيس الوزراء ان احنا هنعيد دراسه هذه الاماكن لأحسن استغلالها بما لا يضر المريض. لأن حضرتك مش هتستحمل لما إحنا المستشفيات العامة والمركزية والخاصة والآخره بتحصل مشكلة قد كده مع عيان تبقى مشكلة، فما بالك في هذا المكان لو أنا مثلا عملت فيها عناية مركزة مثلا والعيان حصل له مشكلة وما عنديش بشر يحصل إيه؟ ما ينفعش. أنا ما كنتش آمن على المريض، إحنا بنحاول دلوقتي في الأماكن اللي شغالة فعلا نأمن المريض. فما بالك في المكان اللي أنا صعب إن أنا أمده بالاطباء الاكفاء والتمريض الكف في هذا المكان. دي قريه قريه الوصول ليها صعب والخروج منها صعب. فالموضوع مش كده، الموضوع لازم احنا دايما نبحث عن امن المريض. اما المنشاه نستخدمها في ايه؟ جايز موضوع الكلى ده بينفع لانها دي عباره عن شفتات او يعني ساعات معينه من العمل، لكن هي اسمها ما تحتاجش اقامه 24 ساعه واكسجين ولا اخره حاجات كتيره واطباء وتمريض. ما بينفعش نعمل ده غير لما نضمن نفسنا. تمام. طيب قبل بس ما نروح لشكوى استاذ حسين معنا تليفون مهند من مطروح. مهند الو مهند. طيب الخط قطع، حاول تكلمنا تاني. طيب بالنسبه يا فندم للمشكله بتاعه كفر الدوار، حضرتك بتقول ان هيبقى في تطوير. ما انا اقول لحضرتك هو بيقول مفيش اوض مفيش مش لا لا هو مش كده، هو طبعا يعني هي بتبقى اقسام او كلام زي، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني احنا زي ما انا قلت في الاول مستشفيات كتيره متهالكه، مستشفيات كتيره فيها مشاكل كتير.
عشان احنا ابتدينا في خطتنا. احنا في دلوقتي احنا في حوالي 19 مستشفى فعلا خلاص خلصوا دخلوا خدمه، اخرهم اليوب عندنا لسه داخله خدمه جديد، في عندي طابة، في عندي سانت كاترين داخله دلوقتي، كل ده اتطور على الانشاءات وعلى تجهيزات حديثة. وبعدين لسه عندي في 28 مستشفى يمكن لغايه اول 2017 هتلاقي المستشفيات دي تغيرت انشائيا وتجهيزيا. وعندي في الخطه اللي جايه كمان حوالي 130 مستشفى منهم 70 استكمال، وفي كمان المستشفيات اللي هو 60 تانيين دول اللي هم جداد هيدخلوا في التطوير. احنا ماشيين في خطه تطوير، بس التطوير بياخد وقت، يعني التطوير نفسه ما بياخدش اقل من سنه عشان المستشفى وبتكلفنا احنا. انا عندي في منهم 31 مستشفى تطوير شامل لوحدهم مكلفني او مكلفين الدوله حوالي 1,700,000 يعني القصه برضو مش موضوع ان مستشفى وحشه تاني يوم تبقى كويسه، لا لازم الناس تصبر معانا عشان تشوف نتائج، وتشوف نتائج مع الوقت ان شاء الله. طيب مهند رجع لنا تاني. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ مهند، اتفضل. انا مهند من قاعده الضبعة في مطروح. احنا مطروح المشكله يعني احنا فتحة سياده الوزير مستشفى من حوالي سنه في الضبعة، مستشفى على اعلى مستوى فيها امكانيات عاليه وفيها صحيح معدات وفيها حاجات كويس افرحوا بيها اهل الضبعة لما اتعملت، بس المشكله الوحيده ان اهم حاجه في المستشفى مش موجوده اللي هي الدكاتره. المستشفى ما فيهاش اي دكاتره، مش موجودين. لا فيها عجز، دي كبيره في المستشفى، ما فيش دكاتره، فيهم ممرضين، حد يكتب عليك يدي لك حقنه ولا محلول، وفي معدات على اعلى مستوى مش موجوده في مصر كلها، يعني المشكله يعني عشان الصيف المشكله عندكم نقص في الدكاتره. الدكاتره وفي العالمين برضه نفس الحكايه، الدكاتره بتيجي الدكاتره في العالمين وفي الطبعة على اعلى مستوى. العالمين ما جاش فيها شكاوي لغايه طول السنه ما فيش دكاتره، يعني هل الطبعة والناس اللي في العالمين ما لهمش حق انهم يكتشف عليهم كويس يقول لهم دكاتره كويسين؟ والمعدات تمام يا فندم تمام. طيب معانا ميرفت من اسكندريه. الو صباح الخير. صباح النور، اتفضلي ميرفت. بصي انا كانت والدتي توفاها الله طبعا من شهر، وقابلت برضو مشاكل في المستشفى، بس طبعا يعني بالرغم من المشاكل اللي بتحصل دي كلها انا رحت بيها مستشفى الالماني، مش هقول لك خدموني ازاي، لدرجة ان هما ما كانش عندهم مكان في العناية المركزة، دوروا لي في المستشفيات اللي حواليهم كلها واللي انا عايزاها مش اللي هما عايزينها، لحد ما دخلوها لي مستشفى طيبة. مستشفى طيبة وانا داخلة كانت طبعا هي منتهية خالص، هي توفاها الله وحط الله نفس صناعي وكلام من ده. فلما طلبوا 5,000، جوزي ما كانش في جيبه غير 4,000، فاداهم ال 4,000 وقال لهم هروح اجيب الالف. قال لهم دخلوا المريضه الاول العنايه المركزه لحد ما اروح اجيب الالف. قالوا له لا مش هتدخل غير لما تكتب ايصال على نفسك، ايصال امانه. قلت لهم ايه ايصال امانه ده؟ ده الف، ده اللي فاضل الالف. قالوا لا، طبعا اضطرينا نكتب ايصال الامانه لحد ما عشان يدخلوها، وفعلا كتب ايصال الامانه ودخل. دي مش المشكله، المشكله دلوقتي انا عايزه اقول لضيف حضرتك يعني المبكل، هو بيدافع اوكي بيدافع، بس بيقول لك المريض بيبقى متلهب، انت عايزني ادخل المريض وانا بمنتهى البرود بتعامل وحش؟ لا ما صوتش كده. لا لا مفيش حاجه اسمها كده. لا لا مش كده، مفيش حاجه لا اسمها. لا ما هو بيقول لك سوء تفاهم من الدكاتره ومن المريض، المريض بيبقى متلهب اوكي طبعا لازم على مريض بيبقوا متلهفين. لا هو بيقول اهل المريض بيبقوا قلقانين على المريض بتاعهم، والمفروض ان الدكاتره والممرضين يتفهموا ده فيقدروا ان هم يمتصوا القلق بتاعهم. بالظبط انا بقول كده مش العكس. لا بالظبط بالظبط، المفروض الدكتور هو دكتور. انا واحده جاهله يا ستي، اعتبريني جاهله، انا اعتبريني جاهله ما بفهمش. الدكتور داخل وعارف نفسية المريض شكله ايه ونفسية اهل المريض شكله بيه. ايه من واجبه قبل ما يكون طبيب انه يتعامل مع الناس نفسيا، اهم حاجة كمان. اجي حاجة تاني، حاجة نظافة المستشفيات واهمال المستشفيات، ما هو ده جاي من الادارة بتاعت المستشفى. فين المدير؟ ما بيمرش على عمال النظافه ليه؟ ما بيقولش هنا مش نضيف ليه؟ ما بيقولش المطابخ دي مش نضيفه ليه؟ ما بيقولش الاكل اللي في العناجر ده مش موجود ليه؟ ما فين الاداره؟ السلوك نفسه بتاع الناس هو اللي عامل كل المشاكل دي. ما نحط قوانين للمشاكل اللي موجوده دي كلها.
طيب إدارة المستشفى هي السبب الأساسي في إهمال المستشفيات. دايما المستوى الأول الإدارة. الإدارة. طيب شكرا مدام ميرفت. في نظام إن شاء الله هيتعمل قريب، هيبقى موضوع يعني هيبقى أكثر. تمام. معانا باسم من دمياط. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل يا باسم. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضل دكتور سامع. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا فندم، انا اختي عندها 17 سنه فجايه من المدرسه وحصل عندها حادث سير. حاله ايه؟ حصل لها كسور اربع كسور في رجلي من اربع كسور. اربع كسور؟ اتحولت من المستشفى، اربع كسور في رجل واحده. هي فين دلوقتي؟ هي فين دلوقتي؟ اتحولت يا فندم من المستشفى، من مستشفى الزرقاء مركز من الزرقاء دمياط، حولت المستشفى دمياط العام. دخلت المستشفى، طبعا احنا ما عندناش اصلا الاهتمام هنا بالممرضه اصلا. دخلت المستشفى يا فندم معايا كام كاميرا رجليها ملفوفه ومنتظرين للعمليات لاي شيء بالدنيا. فاضطرينا يعني احنا ناس ظروفنا على قدنا، مش محالتنا الماديه على قد يعني. اضطرينا ناخدها نوديها مركز طبي في المنصوره اسمه عابر النجيري. قال لك عاوز 60,000 يا فندم. قال عاوز 60,000 جنيه عشان يعمل لها الكسور اللي في رجليها. قعدنا يومين مرميه في المركز عند الدكتور، بعد يومين يعني مرميه محدش ما علمناش ربنا غير ما دبرنا نص المبلغ 30,000. دخلت العمليه مجرد ان هو مسك الفلوس في ايده، دخلت العمليه يا فندم طلعت ميته من العمليه يا فندم. لا هو طلع ازاي من المستشفى؟ انت عندها اربع كسور في رجليها يا فندم، ازاي تطلع من العمليه ميته؟ مش طلعت ايه اصلا؟ مش عارفين هو خرج ازاي من المستشفى العام راح الخاص. هي دلوقتي فين؟ راحت يا فندم، طلعت من مستشفى دمياط العام، راحت لمستشفى خاص عابر النجيري في المنصوره، والكلام ده معايا الملفات معايا. طب ايوه خرج ليه؟ وانا عاوز اكلم حد مسؤول، عاوز حق اختي. خرج ليه؟ طلعت ميتة من عندها. خرجت ليه من المستشفى؟ مين حوله؟ وتطلع ميتة يا فندم. هو اسمع الدكتور ثواني كده. يعني هو دلوقتي حضرتك يعني العيانه محجوزه في المستشفى كويس، هي المفروض ليها عمليه عظام زي ما انا فهمت، خرج ليه راح المستشفى الخاص؟ خرج ليه؟ هو السؤال لازم يتجاوب عليه. هل يعني انت حسيت بقصور ولا هل حد بعتك ولا ايه بالظبط؟ اصل لازم تبقى الامور واضحه، لان احنا بتتعمل مئات العمليات والاف العمليات زي كده كل يوم والتاني. في ايه المشكله هنا؟ انا عايز افهم ايه المشكله هنا بالنسبه له عشان اعرف اتعامل، يعني لان انا هتعامل ازاي؟ ايه اللي خرجك من المستشفى؟ خرجتها ليه؟ خرجناها من المستشفى يا فندم لان البنت اصلا ما كانتش مستحمله رجليها، اتلفت في المستشفى وانتظرت قال لك تاخد دورها بقى في الجراحه لغايه في التحول العظام، واحنا قاعدين لم بشر ربنا لان احنا مالناش حد اصلا، البلد دي مالوش حد ما بياخدش حقه يا فندم. انا دلوقتي يا فندم طلب واحد بس للدكتور دلوقتي العيادات الخاصه، انا دلوقتي اختي لما راحت في عياده خاصه دخلت طفله عندها ايه محمد ابو علي، ايه محمد ابو علي من دقهله محافظه دمياط، قريت انا هحقق في الموضوع اشوف ايه محمد علي خرجت ليه ومن امتى، طب امتى تاريخ خروجها؟ طيب عشان اعرف. معلش احنا هنحقق بس في الموضوع ده لان في يعني واضح ان في سوء تفاهم، في حاجه غلط. عفاف من القاهره. الو عفاف، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون لو سمحتي. الو ايوه فن. ايوه اسمعيني من التليفون يا مدام عفاف لو سمحتي. حاضر من فضلك، انا مريضة فيروس سي. كويس؟ ايه المشكلة؟ انا مريضة فيروس سي. فيروس سي؟ ايوه وتوجهت المستشفى دار الشيخة. وقالوا لي ان انت عشان انا عندي عاملة عملية في القلب تغيير صمام، ان انا اخد المستورد. كويس؟ العلاج المستورد، العلاج المستورد حاجبينه لي ب 3,050 جنيه. وباخد معاه تاني مصري ب 516 جنيه. نعم. فبنتي عملت لي، بنتي تبع النقابه بتاعت المهندسين، عملت لي العلاج على تبع النقابه. صرفوا لي 1,500 وانا ادفع 2,500 غير التحليل. يعني قال لي لا ينفع، وانا معاشي 1,400 جنيه وبجيب علاج تاني للقلب. ناخد تليفونك وباخد علاج. طب ناخد، احنا هناخد تليفونك واحنا كده كده عندنا بالزبط. مبادره لتوفير علاج فيروس سي في صباح دريم، فموضوعك مش محلول يعني. طيب في شكوى جايه لنا يا فندم على صفحتنا على الفيسبوك، حاجه بخصوص التامين الصحي في ستانلي في اسكندريه وخصوص استرداد مستحقات. في مريض جاله تسمم في الدم وعمل عمليه في مستشفى خاص وما عرفش عايز استرداد. لا بس هم بيقولوا له هو ما قدرش يبلغ لسوء حالته وقدم كل المستندات وبعت لنا الرقم وكل حاجه، بس بيقولوا له رفض، الطلب بتاعه اترفض عشان
هو تأخر في جواب التأمين أو لعدم وجود جواب التأمين. آليات الإدارية بالنسبة اللي هو استرداد ليها نظام عندهم النظام إداري محكوم عشان ما يبقاش يدخل فيه أي خلل أو شبهة إهدار أو فلوس تدفع بدون وجه حق. تمام. دي قصة إدارية داخلهم أنا يعني ما أقدرش أحكم عليها حضرتك. قصة إدارية. لكن تمام. معنا محمود من الزقازيق. صباح الخير. صباح النور فندم. حضرتك المشكلة عندنا في مصر هنا، أنا برا في الخارج حضرتك، المشكلة إحنا عندنا هنا ما عندناش نظام، إحنا ما عندناش نظام في مستشفيات هنا، المريض يموت بعد كده برا زي بس لما يتقفش كده يعني إيه فندم؟ لا مش للدرجة دي. أنت حصل معاك حاجة موقف احكيه لنا يعني؟ عندك شكوى؟ حتى حضرتك أنا التشخيص غلط عندنا في مصر. لا روحنا الجامعة الزقازيق. بص عمر يا فندم، ما يعمم الكلام ده، ما التشخيص من احسن الاطباء عندنا في مصر، بيطلعوا بره بيبقوا اكفاء، لكن ما نقولش كده ان التشخيص خطا، قد يكون في خطا من واحد اتنين تلاته، لكن ما نقولش على العموم من فضلك، لان برضو احنا ما نهدرش حق الناس. طب انت المشكله اللي حصلت معاك فين وايه؟ يعني حدد لي المكان، لان في ناس اتكلمت كان ما عندهمش يعني مشكله وكنت كل ما اروح عند مستشفى الجامعه يقولوا لي انت تعبان عندك برد في الكلى، سافرت بره لولي انت عندك تضخم في الكلى، فاهم حضرتك؟ يعني عايز افهم التشخيص ده ازاي؟ طيب. الدكاتره اللي انا جابوه ازاي؟ يمكن استاذ الجامعه اللي شافوه في مش يعني انا مش قادر احكم على الموضوع ازاي يعني. طيب حاجه فنيه تماما يعني. طيب بس برضو هنحاول ان احنا نراجع الموضوع ده. طيب واضح ان في شكوى على فكره، يعني انا اكتشفت ان موضوع الشكوى المستشفيات الحكوميه هي نفس الشكوى المستشفيات الخاصه، مفيش. لا هو لا الخاص مختلف طبعا، لا يعني مثلا هقول لحضرتك هو نفس الموضوع. لا يعني ايه اروح مستشفى خاصه والاقي فيه هنا اهمال وهنا اهمال؟ لا يعني هو في فرق، مش كله، مش بقول كله يعني، بس مش المفروض يبقى فيه. بالنسبه للصوره ان عدم تواجد حد في الاستقبال دي تقريبا شبه منعدمه بالنسبه لنا في المستشفيات الحكوميه، مفيش حاجه امر مرفوض طبعا. مش موجود تماما ان احنا يبقى فيش طبيب في الاستقبال او فئه اللي بتستقبل حاله، صعب ايا كان مستوى الطبيب بقى ده بتختلف، واي كان اسلوبه ده بيختلف. لكن بالنسبه للخاص، الخاص دي منظومه بتاعتهم، انا ما اعرفش يعني، بيبقى في مستشفيات مجهزه نفسها استقبال وفي مستشفيات لا الخاص، فما بتبقاش كلها على وتيره واحده، فبالتالي احنا ما بنقدرش نحكم غير لو حصلت مشكله نقدر نتصرف فيها. معانا عمرو من الغربيه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عمرو، اتفضل. هستاذن حضرتك يا فندم، بس بصبح على حضرتك الاول وعدت مع حضرتك. اتفضل. بقول لحضرتك بس يا فندم، دلوقتي انا في عندي مشكله في مستشفى زفت العام. زفت تمام. ايوه زفت. احنا الاول من فتره ما كانش في عندنا مستشفى في زفت العام، كان في خرابه يعني. صحيح. وبصراحه هي اتجددت وبقت تمام. اتجددت من جديد. المشكله دلوقتي عندنا في الدكاتره اللي موجودين في المستشفى، نعم، مفيش دكتور ممكن تكلميه في اي حاجه خالص. ليه؟ تمام. كلهم امتيازات. كلهم كلهم امتيازات. الصراحه المستشفى ولا كلمه يعني، كاجهزه كنظافه ككلام، انما كدكاتره ما فيش خالص. في عندنا مشكله في الدكاتره يعني؟ ما فيش دكاتره ولا الدكاتره مستوى قليل؟ انت عايز تقول ايه يعني؟ يا فندم، انا دلوقتي اخويا عنده تليف في الرئه. نعم. تمام. عنده تليف في الرئه. احنا سامعينك يا فندم، وبعدين؟ ايوه فندم. المهم ان احنا رحنا بيه مستشفى، كان في عنده مشكله زي هواء على الرئه يعني. أيوة. التليف ده في مشكله عنده في الرئه، الهواء على الرئه. المهم وديناه المستشفى، والمفروض ان هو يعمل العمليه. قال لك احنا عندنا امكانيات كلها ان احنا نعمل له العمليه. تمام. المهم دخلنا للدكتور، قال لك لا يا جماعه، هو دلوقتي هنوديه لجراح، المفروض جراح صدر وقلب. ما يبقاش موجود في المستشفى زي زفته. لا ما يبقاش موجود، لان في انا زي ما قلت من الاول، المستشفيات دي بتبقى مستويات. جراحة القلب والصدر ما بتبقاش موجودة في مستشفى صغيرة زي زفت. طب يحولنا بقى يعمل عملية على كبير. مستشفى جامعي يعني ليها مستويات يعني، ده القصد من الموضوع عشان بس. طب يعني هم حولوه طيب على مستشفى تانية؟
لا يا فندم مفيش اي تحويل، قالك المستشفى غير مسؤول عن اي تحويل، اتصرف انت لوحدك. كلمنا مستشفى الجامعه ما كانش فيها سراير، المفروض حتى المستشفى هي من نفسها تحولنا، يعني انت ما عندكش الكلام. المفروض المستشفى بتحولك، بتحول على مستشفى. ما حصلش يا فندم، عملوا له هو مازال محجوز ولا هو لسه محجوز يا استاذ عمرو؟ انا هقول لحضرتك حاجه بس، عملوا له عمليه في المستشفى، وبعد ما عملوا له عمليه في المستشفى احنا رحنا ونسقنا مع مستشفى المحله بعد 10 ايام من عمليه من العمليه، هم حاطينه على جهاز التنفس اكتر من 10 ايام. هو فين دلوقتي؟ عملية كاملة بقى في الأول مش كاملة. لا يعني بيعملوا حاجة اسمها أنبوبة صدر لو كان فيها، وزي ما بيقول تمام يا فندم. هقول لحضرتك برضو حاجة، وبعد كده بينتقل لمرحلة العملية أكبر. جايز كده، بس أنا مش عايز أخش معاك في التفاصيل بتاعة العملية. لا ما أنا هقول لحضرتك حاجة بس يا فندم، ممكن ناخد تليفون ونعرف غير على الجرح. طيب الدكتور بس يستأذنك في رقم تليفونك يا أستاذ عمرو. 0100؟ لا مش على الهوا. استنى ما تقفلش حضرتك في حاجة بس يا فندم. نعم معلش قبل ما أقفل دلوقتي. لا ما تقفلش، احنا قلناش استنى ما تقفلش انت، هياخدوا بس رقم تليفونك في كنترول، ما تقفلش لو سمحت عشان اعرف اخد الرقم. طيب ام احمد من الفيوم. ام احمد؟ ايوه ايوه اتفضلي. انا عندي فيروس وعندي سكر. لا انت تسمعيني بس من التليفون الاول وبعدين عشان اعرف افهم بس مشكلتك. اقفلي صوت اديلك رقم التليفون. لا لا اقفلي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون. حاضر حاضر قفلته اهو. طيب احكي لي بقى ايه المشكله. بقول لك انا عندي فيروس وعندي السكر. فيروس ايه؟ فيروس سي. طيب عندك فيروس سي وعندك سكر طيب عندك مشكله مع المستشفى؟ ما بجيب علاج ومش عامل لي حاجه. مش عامل لها حاجه، العلاج مش جاي، ما فيش حاجه اسمها كده. بتراجع الطبيب او المستشفى اللي بتتعامل في المبادره دي. انت عايزه فيروس، عايزه سوفالدي صح؟ علاج فيروس سي. فيروس سي وعندي السكر. حاضر حاضر ما تقفليش. طيب عبد العظيم، عبد العظيم عبد العظيم ايوه ايوه يا فندم. وعليكم السلام اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا بكلم سعادتك من فوز شرقيه. اهلا بيك اتفضل. ايوه معاك يا فندم معاك. تمام يا فندم اتفضل اسمعني من التليفون بعد اذنك. من فؤوس شرقية. اي فندم اتفضل. اهلا بحضرتك. اتفضل. مستشفى فؤوس العام يا فندم. مستشفى فؤوس العام. اول امبارح الصبح يوم الاثنين انا حصل لي الام شديده في البطن. الساعه بعد صلاه الفجر رحت المستشفى يا فندم. المستشفى لا يوجد فيها الا بتوع الامن فقط، حاجه اسمها كوين كده حاطينها في المستشفى. مفيش ولا دكتور ولا ممرضه ولا في دكتور. في دكتور موجود يا فندم. في دكتور عمل لك ايه دكتور؟ انا يا فندم كان عندي الام شديده في البطن من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 10، علقوا لي محاليل وحطوا في المحاليل مسكنات. ايوه تمام. هو كده اتضح ان انا كان عندي الزايده انفجرت بسبب المسكنات اللي ادوها لي. ازاي ده انفجرت في الساعات القليله؟ ازاي ده ممكن تفجر بالسرعه دي يعني يا دكتور؟ والله انا بقول لسعادتك اللي حصل. بس انت جاي متاخر يعني او سعادتك. هو مش عارف يا فندم بعد اذنك اتفضل. مستشفى فاقوس العام حاضر. اهمال ولا دكاتره ولا مراعيين ولا الاشعه جم الا الساعه 10 عشان يعملوا لي اشعه. والاشعه ما اظهرتش التعب. لا الاشعه ما بتبينش ازاي ده. وطلعت عملت الاشعه مش بتبين ازاي ده يا استاذ عبد العظيم. لا مش بتبين. التعب بتاع الم يا فندم، الم شديد في البطن. طب انت عامل لك عمليه ولا لسه؟ عملت عمليه ولا لسه يا استاذ عبد العظيم؟ انت عملت العمليه في مستشفى خاص بره. طيب مين مشاك؟ الى حد ما مين مشاك من المستشفى بتاعت فقوس؟ لا مفيش، الاشعه بتاعت المستشفى والتحاليل بتاعت المستشفى ما اظهرتش حاجه. ما بتظهرش ما هي ما بتظهرش بالاشعه. ما لا الاشعه الدكتوره بتاعت الاشعه جت الساعه 10 وعملت الاشعه وما ظهرت لي. انا مش قادر اوضح الاشعه ديت، عايزه تعملها ديجيتال وتطلع تعملها بره. ما انا فاهمه. انا طلعت عملت العمليه بره والحمد لله انا رجعت البيت. بس انا بكلم حضرتك ربنا يديك الصحة ويبارك فيكي. شكرا يا فندم. نظرة لمستشفى فاقوس العام يا فندم. انت شكوتك من المستشفى بشكل عام. حاضر يا فندم حاضر حاضر. شكرا شكرا يا استاذ عبد العظيم، ويعني شكرا لحضرتك نبهتنا الموضوع ده. معانا تليفون، معانا مين يا جماعة؟
بهجات من الجيزة. الو الو ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل. والله لو سمحت انا معايا واد معوق بقاله 46 سنة. الو. ايوه يا فندم. وبعدين؟ وبعدين لفيت بيه جميع المستشفيات، رحت الدمرداش يجي 10 مرات. معلش ما فيش مستشفى في مصر ما رحتش بيه. طيب. اروح فين بيه؟ الو. ايوه يا فندم. طيب هو حضرتك محتاج ايه يا فندم بالظبط؟ يعني انا مش عارف العقل عنده ايه. عنده بواسير، وعنده مؤاخذه البواسير عملت معاه مسالك بوليه، بياخد مركبين له قسطره. دلوقتي من شويه بتقولي معاق هو صح؟ اه. الاعاقه اللي عنده ايه؟ اعاقه ذهنيه. طيب. كان بيمشي. دلوقتي بنمشيه على الكراسي. طيب معلش. حاضر يا فندم ما تقفلش بس دكتور هشام هيسأل. التليفون ونشوف بعدين. هناخد التليفون. نقدر نعمل له ايه؟ كمال من الجيزه. اسكندريه. من اسكندريه. استاذ أيوة كمال. ايوه فندم انا عندي فيروس يا فندم مش عارف اعمل ايه. عندك فيروس. تعبان اخر تعب. طب استنى بس استنى، انت محتاج سوفالدي؟ او النبي اخلي الدكتور بس يتصل، انا معايا الرقم بتاعكم هو، واتصلوا بيا او اعملوا لي اي حاجه الله يستر معاك. احنا عاملين صباح دريم عامل مبادره لتوفير عقار السوفالدي لمرضى فيروس. النبي النبي خلي سياده الدكتور اللي قاعد الظريف اللي قدام جنب منك ده يهتم بيها شويه الله يسترها معاك. عندي فيروس سي على الكتف وعندي مراره، حاطه على المراره ومش عارف ومعيش فلوس ومعيش اي حاجه وعمال قاعد. احنا بنوفر بس الله يسترها معاك. ساعتها ما تقفلش، خليك معانا ان شاء الله ربنا يقومك بالسلامه. علي من القاهره. الو. ايوه استاذ علي. ايوه يا ستي، عايز اخش بس على البرنامج لو تكرمتي. ما انت على الهوا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. لو سمحتي شوفوا، يعني احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ شوفوا مستشفى هليوبوليس الله يبارك لك. هليوبوليس؟ اه. ايه المشكله؟ المشكله سيئه جدا، حتى المستشفى زي دي في مكان زي ده يعني خساره يتعمل فيه كده. الموظفين اكتر من عيانين ومهدمه ومكسره ومش عارف ايه. هو مش عارف ايه اللي بيحصل حاليا دي. ليها 50 مليون شغالين حاليا في التطوير دلوقتي. حاليا في احلال وتجديد يا ستي. ده اخبار يعني ما عندكيش فكره؟ طبعا لا، ده احنا مهتمين بيها. ما ينفعش ان هي تبقى مهمله. هي حاليا في التطوير بس هم بيعملوها دلوقتي. بس تاخد وقتها وتخلص. تطوير ايه يا بنتي؟ تطوير ايه يا استاذه؟ تطوير ايه يا استاذه؟ ده لو حتى ماشيين ماشي الزحلفه ومقعدين ناس بلطجيه هناك. الموظفين اكتر من المرضى. انا مش عارف اقول لك ايه اللي حصل لي وايه اللي بهدلت يعني. كفايه قوي يا بس روحوا شوفوها. مبنى زي ده احنا هنبعت. مبنى زي ده خساره، وفي مكان زي ده خساره. ها حرام عليك وحرام عليك اللي بيحصل ده. مستشفى زي دي وما بتشتغلش. هو تعبان من ايه يعني؟ الموظفين دي اكتر من عيانين والله. سلوك الموظفين مسلوك. لو في حد في واقع معانا يقدمها ويتحقق فيها. اه بس بالظبط. لكن احنا كمستشفى والله العظيم يا بنتي ابني عندي دموي رموه في اوضه مهجوره، اوضه فيها تراب، وروح صور ورق وروح نيل ورق واعمل وبهدلوني وبهدلوني بهدلوني وانا راجل مسن. انا مش عايز حاجه. الف سلامة. حاضر. هو دي تبع مؤسسة العلاجية لكن طبعا وانا ما اخترتش المستشفى دي بعين بتاع ابني عنده قد دموي. الاسعاف جت شالته ورميته في المستشفى دي. هو مازال محجوز ولا مشي؟ طيب وروح ابعت له ادفع فلوس المستشفى ولا تصور. مش نعم علي ابنك لسه محجوز في المستشفى لا ولا خلاص خلاص الحمد لله الحمد لله انقذنا الموضوع وخرجنا. انما يعني اللي المعامله السيئه للغايه يعني. خد بالك يعني هو اتعالج في المستشفى دي ولا ايوه اتعالج الحمد لله. ويعني ربنا اللي مش عايز اطول عليك عشان غيري. عندك السلوك بتاع الموظفين ولا في ايه؟ سلوك الموظفين يا هاني. طيب تمام. سلوك الموظفين والموظفين اكتر من عيانين. حرام حرام عليكم. مبنى زي ده في مكان زي ده يا اما تبيعوه اي حاجه سكه استثماريه اي حاجه. نبيع ايه يا فندم؟ في حاجه كده لا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طيب انا مقدره الشكوى بتاعتك وشكوتك وصلت للدكتور هشام وحاضر. ايوه دي مستشفى حرام حرام. انا والله بكيت. انا من المنطقه دي اصلا، من منطقه مصر الجديده. لما اول مره يعني اروح. تمام طيب. حاضر يا استاذ علي. طيب معانا ناديه من القاهره. ايوه ايوه مدام ناديه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسمي ناديه يوسف، هنا من المطريه عزبه عاصف.
اتفضلي. وعندي فيروس بقالي 20 سنة وباخد علاج في الشهر. عايزة سوفالدي؟ الغذائي ده بس مش عارف عنوان عنده. حاضر. لا هتتواصلي معانا وهنجيبه لك. حاضر. حاضر. فيروس ايه اللي قلب ضعف؟ حاضر. طيب مصطفى بورسعيد. ايوه فندم. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ مصطفى. والله يا فندم انا عندي ولد معاق من 2004 حصل له حادثه عربيه وحصل له تعفن في المخ والشرق الرباعي وفقد النطق وتبول لا ارادي ومش عايز اقول لحضرتك يعني وضعه ازاي. فلفيت بمستشفيات كتير قوي كتير قوي مفيش حد بيديني اي نفع. فانا بس كل اللي انا بطلبه من حضرتك ومن ست الدكتور المحترم يشوف لي نفس اي دكتور جراحه مخ واعصاب عشان اشوف اقدر اعمل له حاجه ولا لا، لان انا حرام كده بتعذب وانا عندي فيروس سي كمان وعاطل على العمل ومفيش شغل مش عارف اعمل ايه حضرتك. طب ممكن تسيب رقم تليفونك لو سمحت يا استاذ مصطفى؟ بس دي من 2004 اصلا. من 2004 10 سنين. طيب الاستاذ اللي كان عنده شكوى بخصوص مستشفى هليوبوليس وحضرتك قلت له مستشفى هليوبوليس هي مستشفى مؤسسه علاجيه على مستوى صرح كبير جدا واحنا دلوقتي فعلا مع الوزير حتى اهتم بالموضوع جدا وهو زارها شخصيا وقرر واديناها جاب لها او حطينا لها فلوس او موازنه عشان هتخش في تطوير وفعلا ترصد المبلغ واستلموا المستشفى فعلا الجهه اللي هي هتبتدي تشتغل تطور فيها. فده شيء احنا يعني طبعا المستشفيات المهمه احنا ما لناش حاجه. طيب اما سلوك الناس دي انا مش عارف يعني ما هو السلوك ده لازم يبقى في حل يا دكتور لان سمحة. في عندي مشكله ف لازم الناس ثقافة الناس سواء الناس او العاملين ان الناس دايما بتشتكي من ايه بالزبط. الموظف اللي موجود في الاستقبال او شويه بس يعني التمريض احنا دايما يا اخواننا احنا بنتعامل مع مرضى واهل مرضى مكلومين فلازم يبقى طريقة المعاملة مختلفة عن انك انت بتعامل حد عادي. دي الرسالة اللي احنا بنوجهها دايما لكل الفئات اللي بتستعمل في المستشفيات. تمام. طيب معانا ابراهيم من القاهرة. الو 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 ايوه معانا احمد. احمد معانا احمد. الو حاول تكلمنا تاني. طب يا استاذ احمد تمام. الشكوى اللي بتيجي فندم هي عباره عن ان الناس بتبقى صوتها طول الوقت عالي بيتعاملوا ببطء شديد جدا في الحركه زي ما انا بقول كده يعني دايما اشتكي لمين؟ ما هو الناس بتبقى داخله حتى انا قلت مستوى يعني الشكوى. انا قلت كده مستوى الشكوى يبتدي من إدارة المستشفى الأول وبعد كده ممكن نعلى للمديرية اللي تابعة للمنشأة وبعد كده الوزارة. يعني إحنا ولو شكوى بتجينا مباشرة برضو بننزل إحنا بنشوف الدنيا فيها إيه. إحنا لا نرضى أصلا بأن إحنا مريض يهان أو أهل مريض يهانه لأن دول أهلنا برضو وهو أصلا في ظروف صعب. فإحنا يعني دايما دايما لما بنشتغل في الشغل بتاعنا وإحنا شغلنا حساس جدا بأننا بنتعامل مع مرضى بنعمل حسابنا لده ودايما توعيتنا لده. لكن احيانا السلوك الشخصي ممكن يبقى اي سبب من الاسباب سواء من الطرفين بتؤدي لمشكله. احنا طبعا يعني ضد هذا الموضوع تماما. طيب. لان احنا بنبذل مجهود نبذل مجهود في ان احنا بنطور زي ما انت سمعت حضرتك كده بنطور مستشفيات ومتجهزات وبندخل في تدريب للاطباء وبندخل في تدريب التمريض كل الكلام ده بنعمله. يجي سلوك شخصي من اي احد يبوظ كل الكلام ده في نظر الناس. لكن لا في جهد بيبذل وفي ناس بتاخد خدمه. طيب حضرتك بتقولي برضه مع ذلك لا نرضى باي في تطوير نسبة. وعلشان احنا نحافظ على التطوير ده وما نضيعش مجهود الناس اللي عماله تطور كنا بنسمع كده من فتره ان كان في بقى في مثلا جولات ميدانيه على تأكيد. عايزين بقى يعني تأكيد. حضرتك لو تفتكر كمان مهندس ابراهيم محلب كان بيعمل جولات ميدانيه وما زلنا وما زلنا لسه لسه بس عايزين نكترها شويه لسه. لا يا فندم هي موجوده وكتير لسه حتى مع الوزير نفسه شخصيا كان اول امبارح في منشيه البكري واداهم مكافاه كمان على لان كانت مفاجاه زياره مفاجاه الاداء عالي جدا. مثلا منشيه بكري كنا امبارح في دار السلام افتتاح وحده زرع نخاع جديده في مستشفى دار السلام في جولات غير الفرق بتاعتنا اللي بتطلع. يعني حاليا في فريق الوقايه اظن طلع اسوان وفي فريق تاني طالع احدى محافظات يعني موجوده أكتر موجوده كمان. بس عايز اقول لحضرتك حاجه احنا كوزاره مش هنجري على كل مستشفى في نفس الوقت. مديريه الصحه تبعها المنشات الصحيه بتاعتها هي كمان بتطلع يعني هي بتطلع طيب. والمدير المستشفى كمان لازم يلف
الثلاثه دول لو اكتملوا طبعا هتدي نتيجه كويسه، لكن احنا بالنسبه لنا كوزاره احنا فرقنا فعلا بتطلع وبنجيب نتائج، وفي في بتؤاخذ حاجات كتيره وبنحاول شؤون قانونيه كتير، ويعني كل حاجه كل خطا لا نسكت عنه. هي بس مشكله ان في ناس مش بتبلغ، يعني والناس ما بتبلغش فما بتوصلنا. طيب احنا عندنا خبر عاجل، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل مع ممثلي المجتمع المصري، هنوافي حضراتكم باخر التطورات يعني واخر تطورات هذا الحدث. طيب ناخد تليفون معنا علاء من القليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل استاذ علاء. لو سمعت حضرتك انا بس عندي مشكله من مستشفى طوخ العام. طوخ العام. ايوه فهمت. انا حضرتك انا اصلا تبع قوات مسلحه وبروح مستشفى قوات مسلحه. فانا في اساسه حصل موقف لابني اتعور في دماغه ودماغه الساعه 6 الصبح، ورحت مستشفى طوخ العام اكتر من ساعه قبل ما الدكتور جه ليا، وبعد ما الدكتور جه بص على الواد لقيت مفيش خيط مفيش ابر، مش عارف يروح يشتري لي خيط وابر من بره. صعب قوي، بس انا هشوف الواقعه دي واقعه مهمه جدا. مهمه جدا. لا ونزلت حضرتك لفيت على الصيدليه. انت طلعت تشتري حاجات من بره؟ لما لا حاجه من رحت الصيدليه اشتريت. ده امتى الواقعه دي؟ الكلام ده كان امتى يا استاذ علاء؟ حضرتك الكلام ده بالظبط بقى له 10 ايام. 10. الدكتور هشام متابع الموضوع. ياخد بس ناخد تليفون وبعد ال عشان نتاكد عشان نعرف الواقع امتى. طيب تحديدا عشان معانا عبده معانا. ايوه يا فندم. الو اتفضل يا استاذ عبده. انا حضرتك انا هروح حضرتك عندك كذا حاجه تعبانه. انت بتكلمنا منين يا استاذ عبده؟ انا عامل عمليه في القلب تغيير صمام. وعندي الكلى تعبان والكبد تعبان وعندي رجلي ما عرفتش امشي. طب الخط قطع يا استاذ عبده. حاولت سيد من بنها. خلص. طيب خط قطع. طيب استاذ طيب سيد قطع، حاول تكلمنا تاني يا استاذ سيد لو سمحت. تمام. طيب دكتور يعني حضرتك بتقول دلوقتي ان الموضوع منظومه ليها كذا شق تمام. حضرتك بتقولي في ثلاث حاجات لازم يكتملوا عشان الجولات الميدانيه دي تبتدي. هل الجولات دي بتشمل ايضا المستشفيات الخاصه؟ لا المستشفيات الخاصه بيبقى احنا عندنا حاجه اسمها منظومه العلاج الحر او المؤسسات الغير حكوميه، احنا عندنا المنظومه دي في الوزاره، دول لهم حق التفتيش والضبطيه القضائيه في هذه المستشفيات. مش اي حد مننا يروح المستشفى الخاص الا اذا كان في مشكله بتشكل ليها لجنه. لكن ولما تعرفوا ان في شكوى بقى لكن في مرور مش 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 منتظم زي ما الناس متخيله على المستشفيات الخاصه، ودي احنا لاني ليها نظام لوحده يعني غير المستشفى. عايزه بس يعني ناشف. نتمنى ان هي يا ريت بس اللي عنده شكوى المستشفيات الخاصه دي شد المنظومه دي يعني يبقى ايه الميزان بتاعها يتعدل. هو بعد التامين الصحي كل الدنيا لازم يعدلوا نفسهم لان مش هيتعاقد مش هيقبلوا شغل. الدنيا حتى التامين الصحي دي بس ناجلها شويه عشان يعني دي الحلم بتاعنا. يا رب. طيب ربيع من القاهره. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. انا اسمي ربيع سعد محمد من حلوان يا فندم. اهلا بيك اتفضل. والله يا بنتي انا ليا اخويا من اتنين علاج اسمه علاج بقره على البقره على الكبد، علاج لجنه اورام من اتنين يا حد دلوقتي العلاج ما حدش سال فينا خالص. وهو تعبان 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 وبيموت في البيت. ايوه يعني هو راح فين؟ هو راح في مستشفى ايه في طيب يا استاذ ربيع؟ مستشفى النصر في حلوان، علاج لجنه الاورام. التأمين. دي تبع ايوه علاج بقر على الكبد. طيب برضه ناخد تليفون بعد من اتنين اسمه جمال سيد محمد. حاضر دكتور هشام اخد البيانات بتاعتك. حاضر يا فندم هناخد تليفونك بس. طيب ماشي يا فندم. شكرا استاذ ربيع. طيب دكتور التأمين الصحي بقى. نعم. التأمين الصحي اللي هو بالنسبه لنا حلم وبالنسبه لنا امل كبير جدا. التأمين الصحي ده يعني هيشمل حاجات كتير جدا، هيبقى القادر والغير القادر كله على نفس المستوى ولا هيبقى يعني؟ لا هو فندم طبعا هو بيبقى القادر وغير القادر، كل المفروض كل المواطنين يبقوا في دائره التامين الصحي. يعني كلنا يبقى عندنا تامين صحي. ده حق المواطن. المعاملات يعني زي انا 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 عايز اخش مستوى معين هدفع فرق، لكن الخدمه نفسها لا نختلف عليها. يعني هي دايما احنا المفروض القاعده كده.
اي حد بياخد الخدمه ياخدها بطريقه كويسه بدون ما يدفع فلوس. ده احنا المفروض كده، تمام، الا اذا كان في جزء مساهمات لحاجات معينه، الا اذا كان في مستوى معين هو عايز يخش فيه. التعاقد يبقى مع كل المستشفيات اللي موجوده باعتبار ان هي لها يعني معيار معين عشان نتعاقد معاها، عشان نسمح او انها ان نسمح لها ان المريض بتاع التامين يخش فيها. فطبعا المنظومه ليها نظام كتير، واحنا حاليا في لائحه تنفيذيه في مرحله المرحله الانتقاليه عشان تجهيز الموضوع ده، لغايه ربنا يسهل ما يناقش القانون في البرلمان. طيب. ان شاء الله استاذن حضرتك يا فندم، دلوقتي لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فئات المجتمع نقلا على التلفزيون المصري زي ما احنا شايفين دلوقتي، هنروح نشوف جزء من هذا اللقاء ونعود مره اخرى. مشاهدينا ابقوا معنا. الرحمن الرحيم.